بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة هننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة في تمام الساعة 9 مباراة كرة السلة سيدات في دوري السوبر في دور الثمانية موسم 22-23 ما بين الأهلي ومصر التأمين. الأهلي يدخل المباراة في المركز الأول في الدور الترتيبي، ومصر التأمين صعد من الجدول من تحت بعد انسحاب، أو كان خد التاسع وطلع بقى الثامن بعد انسحاب نادي الزمالك. المباراة النهاردة بتأتي في سلسلة المباريات دور الثمانية. يمكن تعرفين أن دور الثمانية بتلعب بيست اوف 3 أو الأفضل في ثلاث مباريات. دي المباراة الأولى، إن شاء الله في حالة فوز النادي الأهلي هنروح نلعب المباراة الثانية في ملعب مصر التأمين. في حالة فوز النادي الأهلي بمباراتين مش هنحتاج نروح لمباراة ثالثة، ولكن في حالة تعادل سنذهب إلى مباراة فاصلة ثالثة هتكون على ملعب الشهداء أو صالة الشهداء في مقر النادي الأهلي كنوع من أنواع الأدفانسد اللي بياخدوا المركز الأول. المباراة الفيصل بتكون على ملعب. قبل ما نروح للمباراة فنيا وتحليا بحب أرحب بضيوف المنورين في الاستوديو، الكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنة انتقاء المواهب بالنادي الأهلي الحالي. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك يا كابتن هيثم، فرصة سعيدة نتجمع في رمضان. منورنا وكل سنة طيب. بنرحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي ورئيس قطاع الناشئين والناشئات السابق بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وكل سنه وانتم طيبين والقناه كلها بخير كده ان شاء الله. يا رب دايما وحضرتك طيب وكابتن سلعاوي طيب. كابتن سلعاوي، يعني المباراه النهارده اكيد يعني دور الثمانيه ما بتبقاش المباريات بالقوه بتاعت قبل النهائي وقبل والنهائي، طبعا ده وضع طبيعي. مصر التامين كافح الحقيقه وخد المركز التاسع وتصعد مطرح الزمالك او مكان الزمالك بعد انسحابه. شايف المباراه النهارده ازاي، خاصه النادي الاهلي داخل المباراه بمعنويات عاليه وكمان داخل بفورمه فنيه عاليه يا كابتن سلاوي؟ اولا المباراه لها اهميتها، هي عباره عن اعداد للمباراه، لان في عندنا الدور اللي قبل النهائي والنهائي الكاس في الاسبوع القادم ان شاء الله. نعم. فتعتبر داخله في خطه الاعداد بالنسبه لمباراه الكاس. اللي انا عايز اقوله ان فريق مصر التأمين فريق جيد، بتدربه مدربه لعيبه منتخب سابقه ونيفين عقل ومدربه جيده، وفرقه مكتمله وفرقه مجتهده، ولكن المباراه بين الاول والثامن. نعم. فطبعا لا انت مش هتكون بدرجه المنافسه والصعوبه اللي هتبقى زي الادوار اللي بعد كده. نعم. فالمباراه هتبقى اعتقد انها هتكون جيده. النادي الاهلي هيحاول يطبق اسلوب لعبه، هيحاول يفرض سيطره لعبه، هيحاول ينفذ خططه الهجوميه والدفاعيه، لان دي بروفه للكاس. انا في اعتقادي الشخصي كده. نعم. وخلينا نوضح للساده المشاهدين، النهارده اكيد هتتلعب اربع مباريات زي ما حضراتكم عارفين. دور الثمانيه الاول بيلعب الثامن، الثاني بيلعب السابع، الثالث بيلعب السادس، الرابع بيلعب الخامس. المباريات هتاتي كالاتي: الاهلي بيلعب النهارده مصر التامين هو الاول والثامن زي ما وضحنا لحضراتكم. النهارده الجزيره بيلاعب النهارده سبورتنج بيلاعب الجزيره بيلاعب مصر التامين او الاتصالات، الاتصالات على ما اظن، والاتحاد السكندري بيلاعب معلش طب احنا هنجيب بالظبط لان اللوجو مش واضح. مع البنك الاهلي البنك الاهلي مع الاتحاد والجزيره مع مين الجزيره بيلعب مين يا كابتن؟ البنك الاهلي. تمام. دي الاهلي اتحاد وسموحه التأمين. وسبورتنج هيلاعب. تمام. سبورتنج مع اليوبيس النهارده. نعم معلش انا محطوطها باللوجو او الاتحاد اعلنها باللوجو، اللوجو مش باينه قوي في الورق، فاذا ده والاتحاد وسموحه بيلعبوا برضه. يمكن النهارده يا كابتن طاهر اقوى مباراه ممكن تبقى الاتحاد وسموحه، لان هو ديربي، يعتبر ديربي اسكندراني، ولكن بتهيألي المباراه الثانيه نوعا ما بشكل او اخر محسوبه. هي تقريبا الثلاث لقاءات الاخرى بدون الاتحاد وسموحه جزيره بنك الاهلي هتبقى صعب شويه، هتبقى يعني تقريبا محسومه الى حد ما. هو نعم. البنك الاهلي طبعا زي ما قال الكابتن عامل فرقه كويسه جدا، عامل فرقه كويسه وعامل نتائج كويسه صراحه، رغم ان هو الى حد ما يعني حديث في المستوى الاول من الدوري الممتاز، انما اعتقد ان هو مع الجزيره هيبقى ماتش حلو وماتش كويس. نعم. وماتش الاتحاد وسموحه طبعا ده يعني لقاء هيبقى قوي الى حد كبير بعد الاتحاد ما قوى فرقته بدرجه كبيره، والاثنين عملوا نتائج الى حد ما في الادوار اللي قبل كده كويسه. اما ماتش الاهلي ومصر التامين برضك مش يعني انا اعتقد ان هي هتبقى ماتش الى حد ما حلو، لان مصر التامين
يعني كانت عاملة نتائج في أول الدوري كويسة وحصلت لها كبوة في فترة الأخرانية، إنما بس بتهيألي حتى لو كان الزمالك كمل كان مصر التأمين هيصعد. لأنه يعني بقول بأمانة لأنه حتى هو نزل في النظام الجديد اللي هو بيطلع الاثنين الأول والثاني تحت مع التاسع والعاشر، واللي يثبت وجوده هو اللي يكمل في النهائيات. وبصراحة ده فرق إضافي يعني، ممكن زي فرق مصر التأمين، نظام جميل يعني بيدي واليوبلس فرصه كبيره للفرق اللي حصل لها كبر نتيجه اصابه. واليوبلس كده كابتن هيثم صعدت على نفس الطريقه. خلينا بس نوضح تاني الاربع فرق او الثمان فرق اللي وصلوا دور الثمانيه نوضحهم، لان طبعا كان الامور مش واضحه. سبورتنج هيلاعب اليوبلس، طبعا الاهلي ومصر التامين النهارده بيلعبوا، سبورتنج بيلعب اليوبلس، الاتحاد بيلعب سموحه، والجزيره بيلعب البنك الاهلي. وطبعا المباريات الاولى دي كلها كباتن بتبقى في مباراه الصاحب الاعلى ترتيبا، يعني النادي الاهلي هو الاول هيبقى المباراه على ملعبه، الثاني هيبقى سبورتنج المباراه على ملعبه، الثالث اللي هو هيكون تقريبا على ملعب الاتحاد، الجزيره هيبقى على ملعب، والاتحاد على ملعب الاتحاد. يعني الماتشات الجزيره على ملعب الجزيره الاثنين بيلعبوا في مصر، في الاثنين بيلعبوا في مركز شباب الجزيره. انا قصدي اقول انه البنك الاهلي او الجزيره بيلعبوا في نفس الملعب، ولكن المباراه الاولى دايما بتبقى في ملعب صاحب الاعلى ترتيبا. طب خلينا يا كابتن لو تسمح يعني نستعرض مع الساده المشاهدين طبعا الاجهزه الفنيه للفريقين وكمان قائمه اللاعبين. اتفضل يا كابتن سلام. النادي الاهلي طارق خيري المدير الفني، كريم محمد مدرب عام، عليا محمود مدرب مساعد، ماجد فوزي مدير اداري، مشير عبد الحليم اداريه، اكرم عادل مخطط احمال، محمد اكرم محلل تقني، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، دكتوره ياسمين محمد اخصائيه علاج الطبيعي، والدكتوره مي القاضي اخصائيه نفسيه. اللاعبين قائمه سيدات الاهلي مش كده يا كابتن؟ بس خلينا نقول قبل ما نروح، هل في غيابات النهارده كابتن سلاوي؟ لا مفيش، الفرقه كلها مكتمله. تمام، حتى اللي كانوا مصابين حتى المصابين رجعوا، بس هو هيخرج حسب البوزيشن طبعا، لان هو 12 لاعيبه هو مرتبط بقائمه 12. اتفضل يا كابتن سلاوي. الامريكيه شيلي كيلي، شي كيلي نمره 1، ميرال اشرف 4، نادين السلعاوي 7، سوريا محمد 8، دينا عمرو 10، نرمين ايمن 11، رضوى محمد 12، وفريده وائل 14، رنيم الجداوي 15، وهنا حتحوت 22، نوى شتا 23، حبيبه محمد بيكو 40، يارا اسامه 44، وجايده خالد 99. كانت جايده خالد كانت مصابه وعندها صليبي ورجعت. كانت مصابه في السمانه، في شد في السمانه ورجعت دخلت في التمرين. هي لو انتظمت جايده بصراحه لعيبه كويسه جدا ان شاء الله، لو خدت فرصتها هتبقى قصه وحكايه كبيره ان شاء الله. طب كابتن طاهر، يمكن محتاجين برضو نستعرض الجهاز الفني واللاعبات لفريق مصر التامين. اتفضل كابتن طاهر. الجهاز الفني سله سيدات نادي مصر التامين، الكابتن حازم فكري مشرف عام، الكابتن نبيل عقل مدير فني، الكابتن احمد نجا مدرب عام، كابتن احمد المنشاوي المدير الاداري، الكابتن احمد الجويلي محلل اداء واحصائي، الدكتور عمرو الصدفاوي علاج طبيعي، كابتن سعد ابو اليزيد مخطط احمال. نعم. طب خلينا نروح لقائمه مصر التامين ايضا يا كابتن طاهر. اتفضل. قائمه لاعبات مصر التامين، حور عبد الظاهر نمره 1، ايمان خالد نمره 2، هاله علي رقم 7، ملك شعبان رقم 11، رنا عبد الظاهر رقم 12، رحمه خرشد رقم 13، نادين ياسر ابو الفتوح رقم 15، نور حامد رقم 20، سلوى هارون رقم 22، المحترفه ساره ديكي 24، محترفه امريكيه نعم، فريده تامر رقم 33، مريم صلاح رقم 35، منى مطيع رقم 77. نعم، شكرا كابتن طاهر. وخلينا استعرض مع حضراتكم لقاءات او تاريخ لقاءات الاهلي ومصر التامين هذا الموسم. يمكن هم اتقابلوا في اللقاءين الاولين في ذهاب واياب ربع نهائي دوري المرتبط، والاهلي فاز 88-36 في المباراه الاولى،
والإياف 86-58 زي ما حضراتكم شايفين النتائج على الشاشة. اتقابلوا مرة في بطولة منطقة القاهرة ونادي الأهلي فاز 72-43 وربع نهائي كأس مصر المباراة الأخيرة والأهلي فاز 95-48. يمكن هنا باين قد ايه الفرق الكبير، يعني دايما المباريات بتخلص بفرق كبير للنادي الأهلي، ولكن المباراة الخامسة محدش عارف، يمكن كل مباراة ليها حساباتها. كابتن سلاوي حضرتك كنت عايز تقول حاجة؟ عايز أضيف معلومة صغيرة، إن السكواد بتاع سلة التأمين في 7 من النادي الأهلي مصر التأمين والمدربة مدير فني كابتن نيفين 7 بالظبط. يعني كورة عبد الظاهر إيمان خالد ملك شعبان مدينة يابا أبو فتوح وسلوى هارون ومريم صلاح، خد بالك؟ نعم يعني يعتبر مصر التأمين زيه زي نادي الجيش في الولاد. طب كباتن أستاذنكم خلاص، يتبقى تلت ساعة، خلينا نروح لأرض الملعب والزميلة العزيزة روزان نصر من مقر النادي الأهلي بصالة الشهداء عشان تنقلينا الأجواء ما قبل المباراة. تفضلي يا روزان. برحب بيك كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الاهلي فرع الجزيره، طبعا متواجده مع حضراتكم لنقل اللقاء الاول ما بين طبعا سيدات سله الاهلي امام مصر للتامين في اول لقاءاته طبعا من سلسله بيست اوف 3، يعني من دوري السوبر سيدات دور الثمانيه. خلينا اقول ان النهارده النادي الاهلي بيسعى طبعا لتحقيق الفوز، مباراه يعني اول لقاءاتها يعني قويه، خلينا اقول مصر التأمين فريق أكيد قوي يعني، والأهلي بيسعى لتحقيق الفوز عليه النهاردة. خلينا أقول كمان أنه نعرف المشاهدين يعني يا كابتن هيثم أن مباريات ربع نهائي دوري كرة السلة ستقام في 7 و10 و13 إبريل بنظام طبعا بيست أوف 3، مع انتقال الفريق اللي بيفوز بمباراة مباشرة إلى دور التالي دون طبعا مواجهة ثالثة. خلينا كمان نتعرف على كل لقاءات الأهلي ومصر للتأمين هذا الموسم. ذهاب طبعا ربع نهائي دوري المرتبط الأهلي 88 مصر للتأمين 36، إياب ربع نهائي دوري المرتبط الأهلي 86 مصر للتأمين 58، بطولة منطقة القاهرة الأهلي 72 مصر للتأمين 43، ربع نهائي كأس مصر الأهلي 95 مصر للتأمين 48. كل التوفيق طبعا لسيدات سلة الأهلي النهاردة يعني، ونرجع أكيد لحضراتكم بعد المباراة بالفوز ونحتفل معاك أكيد كابتن هيثم كالعادة. بشكرك يا كابتن وعودة ليك مرة تانية. روزان طبعا بشكرك شكرا جزيلا، يمكن زي ما حضراتكم شفتوا يعني الاستعداد والتسخين خلف روزان، بشكرك يا روزان، وأكيد هنرجع لك بعد اللقاء عشان نعمل لقاءاتنا يعني نستضيف أبطالنا وبطلاتنا عشان نتكلم عن اللقاء. بس أنا جالي من أرض الملعب دلوقتي ال 12 لاعبة ولاعب ولاعبة في ال مصر التأمين ونادي الأهلي، أستأذنكم يا كباتن اكتبوا معايا. يمكن طبعا احنا قلنا القائمة 14 لاعبة، ولكن انتوا عارفين في الباسكت اللي بيتسجل 12 لاعبة فقط في المباراة. خليني أقول لحضراتكم لاعبات النادي الأهلي: شوم كيلي اللاعبة المحترفة، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، وحبيبة محمد، ويارا أسامة، ونهى محمد. ده تشكيل النادي الأهلي النهاردة، ال 12 لاعبة لسه جايين من السكور شيت في الملعب عندنا النهاردة. كمان هنتكلم عن 12 لاعبة لمصر للتأمين. اللاعب رقم 1 حور محمد، إيمان خالد، هالة علي، ملك شعبان، رنا محمود، رحمة أحمد، نورهان محامد، سلوى هارون، والمحترفة نيكول، وفريدة تامر، ومريم محمد، ومنة الله مطيع. ده كان تشكيل طبعا النادي او تشكيل مصر التامين، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الجهاز الفني كابتن طارق خيري وكريم محمد مساعد مدرب او مدرب عام، ونيفين عقل واحمد محمد الجهاز الفني اللي متسجل في السكور شيت. اما بالنسبه للتحكيم النهارده بيقود التحكيم خلاص من دور الثمانيه، بيبقى الحكام ثلاث طاقم من ثلاث حكام، قبل كده بيبقى الطاقم حكمين، يمكن شفنا في مباريات قبل كده اتحاد السله يعني وكل المباريات لطاقم من حكمين، ولكن خلاص طالما دخلنا في الجد لجنة المسابقات ولجنة الحكام بتحط ثلاث حكام. النهارده حكمين، انا اسف برضو كمان مكملين، يمكن السيمي فاينل والفاينل بيبتدي ثلاث حكام، الحكام محمد صبحي وريم الشيمي. وعايز اقول لحضراتكم ايضا الحكام الطاوله كابتن اسلام نبيل وفاطمه فاروق وعبد الرحمن جاد الرب. من المباريات اللي قادمه هيبقى طاقم تحكيم ثلاثه ثلاثي، ده اللي غالبا بيحصل كل سنه في السيدات، ولكن في الرجال بيكون ثلاثه. يمكن زي ما تابعتوا حضراتكم امبارح مباراه الاهلي والزمالك في كره السله، واللي بنقول طبعا الف مبروك للنادي الاهلي الفوز امبارح، فرق 11 نقطه على نادي الزمالك.
في المباراة الأولى في بيست اوف فايف. يمكن شفنا امبارح لغط كبير على التحكيم، واكيد هتناقش مع ضيوفي عليه، لانه الحقيقه التحكيم عنصر مهم من عناصر اللعبه، بينجح المباراه بشكل كبير بادارته، مش ادارته، مفيش اداره مفيش تحكيم بيدير، ولكن التحكيم بيصفر اللي هو شايفه. كلمه اداره مباراه دي هي اللي عملت لنا مشاكل كتير في التحكيم، ان يقول لك الحكم بيدير المباراه، الحكم ما بيديرش المباراه، الحكم اللي بيشوفه بيصفره، جت يمين جت شمال مفيش اي كلام. كابتن سلام امبارح في كوره شهيره حصلت، وكان في اعلان لاحد الشركات على كوره على الفري ثرو على الفاول شوت، واحد لاعيب نادي الزمالك او اللعيب المحترف في نادي الزمالك بيشوط، فتم وهو بيشوط الفري ثرو، فالحكم كابتن تقريبا وائل ابراهيم قال له انت دايس على الخط، في حين ان الاعلان مداري على الخط تماما. شايف القرار ده ازاي؟ شايف هل القرار ده، هل الحكم طالما الخط غاب ده تقديريا ليه، ولا مبدا حط الاعلان بالشكل ده في الاصل غلط؟ المفروض الاعلان يتحط ويبقى فوق ايه الخط. شايف ايه يا كابتن؟ تعالى على الواقع. شايف ان وائل ابراهيم نفذ القانون، لكن الخطا في الاعلان. الخطا لازم الاعلان يتحط الخط فوق الاعلان مش تحت الاعلان، او الاعلان ما يغطيش خطوط الملعب، لان خطوط الملعب من العناصر الاساسيه في نجاح اللعبه. بس امبارح اللي لغى مش كابتن وائل، كابتن محمود جمال. محمود جمال يعني هو الحكم، ما هو الا بيطبق ازاي بالزبط. ولازم من اساسيات نجاح اللعبه ان لازم تكون خطوط الملعب، ما دي من الاساسيات. من ايام ما كنت بلعب يا كابتن كده بيحطوا الاعلام في فاول شوت ونص الملعب، والفاول شوت الثاني الخط بيختفي. فدي يعني يمكن انا بامانه بعذر الحكم. بس هنا يا كابتن طاهر ارجع لحضرتك، الحكم هنا لو ما شافش الخط يعني المفروض يعمل ايه؟ يلغي هو يعني يطبق يعني روح القانون. اولا ما يظلمش فرقه اللي بيمثلها اللاعب اللي بيشوط، تمام، باني انا طالما مش الخط واضح للعيب وللحكم ولكل الناس، يبقى ما جيبش القرار او ما تخش القرار اللي يظلم الفرقه. نعم. بتاعه اللاعب. نعم. لان المشكله مش مين اللاعب، ولا المشكله يعني المشكله ان اللعيب ما فيش خط شايفه، فبالتالي هو مش عارف يبقى هيعمل ايه. فانت لازم تطبق روح القانون بانك تتغاضى عن هذا وتحاول تصلح باي صوره يتصرفوا. ممكن انا بتهيألي في حاله من الحالات دي ممكن اخليه يعيدها، يعني طالما انا مش متاكد ممكن اخليه يعيدها. بس هنا يا كابتن اللي حصل انه الكوره اتلغت، فجم يسلموه يشوط الكوره الثانيه، رفض يستلم الكوره، فبناء عليه كابتن وائل طرده، تديله طرد مباشر. وده قانون. انا بس في حاجه نقطه معينه بس انا خلينا اتكلم بامانه يا كابتن، احنا ما بنتكلمش هنا اهلي وزمالك، احنا بنتكلم على ايه قصه حصلت. وبالرغم من التحكيم الثلاث اشواط الاولانيين 10 على 10، لا ثانيه واحده يا كابتن، انت حضرتك بتقول 10 10، انا اختلف مع حضرتك، ويعني انا شايف ان في كور كتيره جدا كانت على النادي الاهلي. انا بقول مش وقت نحللها، ولكن حضرتك بتقول كويس، انا بقول لحضرتك انا شايف بعيني لا كان في كور كتيره جدا جت على النادي الاهلي، ولكن انا بتكلم على حاله معينه. انا لاعب اديني حقي وبعد كده طبق عليه قانون بالظبط، ولا انا غلطان؟ انا يعني ما تقولش اللاعب اعترض وانت ما تديلوش حقه. ما هو زي ما بنقول هو تطبيق روح القانون، ان انا مش هعمل القانون بحذافيره، وممكن القانون في الوقت ده مش ملائم للجرم او المشكله او عصيان اللاعب. بس هو عصيان اللاعب نتيجه ان هو حاسس ان هو مظلوم. نعم. انا ما فيش خط موجود. هو بس برضه يا كابتن الطرد هو كان مع حق فيه يعني بامانه، لانه اداله الكره ما رضاش ياخدها، وبعد كده هوش انه شاطها برجله، يعني تصرف حصل منه يعني نوع من انواع الاعتراض، بس الاعتراض يعني المبالغ والغلط. دي العقوبه نتيجه التصرف اللي غير لائق، غير ان هو ما استلمش. ما استلمش دي خلاص خمس ثواني وشكرا وخلاص، يبقى مش من حقه ياخد. انما الطرد كانت نتيجه تهويش شوط الكوره. طبعا ده بقى سوء سلوك بصرف النظر اذا كان اتظلم او ما اتظلمش. فاذا كان الحكم نفسه مش شاف الخط، يبقى ازاي هو خد قرار ان هو وقف؟ طب ليه يا كابتن دايما الشكوى بتزيد مع وجود حكام مصريين، في حين ان لما كان حكام اجانب موجودين في نهائيات الدوري، وانا بقول من هنا يعني وجود حكام اجانب في مباراه ان شاء الله الاهلي يتصعد ويطلع للدور، بس وجود حكام اجانب في الفاينل مع الاتحاد، خاصه الفرقتين دلوقتي فنيا تقال جدا، يعني هيشيل الحرج من اي حد. انا وجهه نظري كده. هو ده بلا شك في فرق
بين الحكام الأجانب، وإحنا أصلا بنتقبل قراراتهم نتيجة إن هم عندهم خبرات أقوى وفي دوريات قوية جدا، فبالتالي بيبقوا يعني كنترولينج الماتش أكثر من الحكام المحليين. في لأسباب ممكن عديدة تكون خارجة من إيدين الحكام نفسهم. إنما إحنا مش عايزين يبقى كل حياتنا تعتمد على الأجانب في خاصة في التحكيم، لأن لازم يبقى الـ 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 المشكلة دي هتخلينا نفضل طول عمرنا بحكام أجانب. هو التحكيم بس يا كابتن طاهر، ده دلوقتي إحنا والتدريب تدريب كمان المديرين الفنيين دلوقتي الكبار اللي موجودين في الأندية الكبيرة والاحتراف اللي فيه ناس كتير والمديرين الفنيين الناشئين كمان. يعني قصدي أقول لك إن هو بس خلينا نرجع للتحكيم يا كابتن. مباراة الأهلي والزمالك بكرة اللي هتبقى كره سله، واحنا بالمناسبه ان شاء الله هنذاعها على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه بكره هيبقى فيها عبء كبير على طاقم التحكيم اللي جاي بقى، لان كان في لغط كتير حصل في المباراه السابقه، فبيجي التحكيم ولكن مفروض الحكم ينزل ما يبقاش شايف غير الصح والغلط او اللي طبق القانون. قانون جه هنا جه هنا، يعني احنا بنحرر الضغوط لان احنا ممكن بكره يحصل ايه، تلاقي فيه رد عكسي. انت فاهم قصدي يا كابتن السلعاوي؟ يعني بكره مباراه ممكن تلاقي فيه رد فعل عكسي، يقول لك لا احنا حصل وسوا وبتاع، في ميل شويه ناحيه، انا ما بقولش لا لا احنا بشر. فلازم بكره يبقى فيه يعني التحكيم يبقى فير بشكل وتطبيق القانون بحذافيره بصرف النظر عن لون التيشيرت. ما تبقاش كاتشانه الى حد ما، مش اداره. الاخطاء وارده سواء حكم مصري او اجنبي، والميزه ان الاخطاء مش متعمده. طبعا احنا متاكدين مش متعمده. انا في رايي ان الماتش امبارح اذا كان في اخطاء فهي مش متعمده، لكن هي الاخطاء دي حتى في كره القدم في اي لعبه في اخطاء. نعم. والاخطاء عنصر برضه هتبقى عنصر من عناصر التحكيم واللعبه. يعني واخد بالك ازاي؟ لكن ماشي يا كابتن، مش في اخطاء بتضيع يا كابتن، يعني في اخطاء بس مفيش انتباهات. لا مفيش انتباهات، واحنا الحكام يعني بصراحه افاضل بينزلوا. وبعدين انا اعتقد شخصي كل حاجه عايز يبدع علشان ياخد ماتش بعديه ويروح كاس عالم ويروح له. فالعمليه دي انا اعتقد هي بره حسابات اي حكم. لكن في اخطاء، ممكن يكون في اخطاء وارده، مفيش مشاكل. بس الماتش اللي جاي يعني هي العمليه بس عايزه تركيز شويه من الحكام، مش سنه تركيز سنه. طب كابتن نرجع لماتشنا النهارده، مصر التامين والنادي الاهلي، توقعاتك للمباراه ازاي؟ طبعا الاربع مباريات اللي فاتوا خلصوا بسكور كبير، كنا 40 50ات يعني ده لا يقل ابدا من مصر التامين. عامل موسم كويس جدا، ولكن المباريات حضرتك عارف مباريات دور الثمانيه دي بيبقى فيها حماس وطموح لكل الفرق. شايف النهارده هيخلص السكور كبير ولا ممكن نلاقي شوط اول او شوط ثاني؟ لا انا نديه. شايف ان هنلاقي شوط اول وشوط ثاني برضه مشدود شويه، نديه شويه، لان فرقه التامين فرقه زي ما قلنا فرقه محترمه وفرقه من احسن الفرق. السنه اللي فاتت كانت داخله في الفاينل الاربع فرق الكبار اللي فوق، والسنه دي نظرا لظروف معينه نزلت تحت وقدرت تصعد هي وهليوبلس. لكن فرقه التامين معاهم زي ما قلنا جهاز فني عالي ومعاهم لعيبه كويسه، وسته سبعه من لعيبه الاهلي برضو في اللعيبه. فرقه جيده جدا، واعتقد ان فرقه الاهلي مستعده وعايزه تفرد اسلوب لعبها وعايزه تفرد خططها الدفاعيه والهجوميه، عشان دي احسن تحضير لسيمي فاينل الكاس وفاينل الكاس ان شاء الله في الاسماعيليه 15 و17 ان شاء الله. كابتن طاهر برضو النهارده المباراه، كل مدير فني سواء كابتن طاهر خيري او كابتن يفين عقل داخلين باهداف من المباراه. ما فيش حد بيبقى داخل المباراه ملوش هدف، ما فيش حد بيقول اكسب وخلاص. أكيد. شايف النهارده اهداف كابتن طارق خيري ايه واهداف كابتن نيفين عقل ايه؟ طبعا هدف كابتن طارق خيري ان هو الدوري، يعني الدوري طبعا. بس هو ازاي يحقق ده؟ بدايه من اول سلمه اللي هي في دور الثمانيه اللي هي الماتش النهارده، هو هدفه القمه يعني. ده اما نادي مصر التامين فاعتقد ان هو هيحاول على قدر الامكان يعمل ماتشات كويسه، وبالاخص ان هو عنده محترفه كويسه. وزي ما حضرتك ذكرنا ان وجود الاجانب في حياتنا وبتاع، هتلاقي ان اللعيبه المحترفه في فرق كتير من فرق مصر هي نص الفرق. صحيح. فلو في 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 محترفات عندنا في او محترفين بيبقوا هم اللي بيقوموا بالماتش كله. صحيح. يعني ضد اي فرقه لما يبقى المحترف
عالي فايق وعالي بيعلي الفرقه كلها بي بي بيحرج الفرقه اللي قدامه رغم فرق المستوى في بقيه اللعيبه. يعني حضرتك شايف النهارده انه النادي الاهلي داخل بهدف الفوز ومصر التامين بهدف انه يعمل مباراه كويسه خاصه ان عنده محترفه. طيب هتشوف النهارده كابتن طارق خيري مثلا هيلجا للروتيشن العالي، هل هو يعني زي ما بنشوف مستر اجوستي بيبقى في الماتشات اللي بيبقى حاسس ان هو ممكن يكسبها ان شاء الله مريح بيفكر انه يعمل روتيشن بشكل كبير ما بين اللاعبين، هل النهارده كابتن طارق خيري هيعمل كده ولا هيحافظ على التشكيل لغايه ما يفرق وبعد كده يبتدي روتيشن؟ دي فلسفه او استراتيجيه او سياسه لاجوستي وممكن تتغير بالنسبه لكابتن طارق خيري او المدربين عموما. الوضع الطبيعي اوجستي ساعات بيعمل حاجات هو ليه نظره بعيده فيها ورؤيه معينه بتاعته، انما انا لازم حتى لو كنت متاكد ان 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 المكسب هيكون حليفي بدرجه كبيره انما هامن نفسي في الاول. صحيح، وهو يملك من اللاعبين الحمد لله اللي يقدر بيعمل بيهم تشكيلين ايهما اساسي ما فيهاش مشكله. نعم. فدي هتريح طبعا المدرب في ان هو يامن نفسه من الاول وبعد كده يعمل روتيشن زي ما هو عاوز لما يحس ان الفرق كبر واداله براح او اداله مساحه ان هو يعمل روتيشن بقى. نعم. ويجرب ناس اضمن الماتشات الثانيه. المرحله دي مرحله تثبيت الفريق برضه لان انت داخل على قبل نهائي ونهائي كاس. فالروتيشن هيبقى في حاله واحده في حاله اراحه اللعيبه بعد ما السكور يفرق. زائد ان النادي غير يعني النشاط يعني مجلس اداره والنشاط الرياضي غيروا السياسه في حته المكافئات، ما بقاش في مكافئات دلوقتي، في هدف البطولات بقت الهدف اللي ممكن يزيد في الاخر يبقى عقد يعني واخد بالك ازاي؟ فتغيرت السياسه شويه. طيب يمكن الروتيشن في ناس بتقول انه ما بقاش اوبشن يعني ما بقاش اختيار للمدير الفني، النهارده الحمل عادي ويمكن كابتن طارق خيري حتى الان نجح ان يخش الادوار دي فرقته كامله سواء مصابين سواء فنيا كل شيء، ودي اداره برضو للفرقه الموضوع الكوتش مش بس في الملعب لا اداره الفرقه. فالنهارده كابتن طارق خيري داخل بفرقته كامله الله اكبر، داخل فرقته فنيا كلها كويسه بتفرج عليهم في التمرين، فالنهارده حتى الان هو ناجح في قياده الفرقه وصل للفاينلز بالفول باور زي ما بيقول. تتفق معايا؟ مفيش حد مصاب، مفيش حد مجهد، مفيش حد، كل الحاجات دي مهمه جدا. بس خلاص بتاع كابتن اهو خلاص دي هاي تايم اوت او الدقيقه اللي قبل المباراه خلاص لحظات وتنطلق المباراه، استاذن ضيوفي الكبار نطير لصاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره ومعلقنا القدير الدكتور وائل ابو العزم نقل احداث الشوط الاول او الفتره الاولى والثانيه ما بين الاهلي ومصر التامين في دور الثمانيه لدوري السوبر لكرة السلة سيدات موسم 2022-2023 فإلى هناك. شكرا معلقنا الدكتور وائل أبو العزم. إذا انتصفت المباراة بتقدم النادي الأهلي 38-28 في مباراة الحقيقة النادي الأهلي تفوق فيها منذ البداية إلى أن انتصفت والتقدم فارق 10 نقاط. أرجع لضيوفي المنورين في الاستوديو كابتن سلعاوي والكابتن طاهر رجب. كابتن سلعاوي أكيد عند حضرتك الكثير اللي تقوله عن الفترة الأولى والثانية. زي ما احنا توقعنا قلنا الماتشين فيش ماتش في الشوط الأولاني والثاني هيبقى قريب لأن فرقة التأمين فرقة محترمة لكن ما يؤخذ عليه على فرقة النادي الأهلي أو فرقتنا يعني إن ألعاب فردية، معظم اللعب لعب فردي. طب يمكن عشان صورة المباراة؟ ممكن عشان صورة المباراة، بس في كمان نسبة الشوط مش جيدة. مش جيدة فعلا. وبنلعب على أرضنا. 3 بوينت نسبته مش جيده، حتى الفاول شوتنج معظم نجوم الفرقه خارج مستواها من النهارده. عايز اقول ان فريده وائل كانت نجمه الشوط الثاني، مرال اشرف كانت نجمه الشوط الاولاني، لكن انا في رايي الشخصي يعني ان المباراه الشوطين بتوعهم لعيب الاهلي غير مقنعين بصراحه. المباراه فنيه عاليه يا كابتن. طب انت شايف؟ لا مش فنيه عاليه ولا حاجه، مش مبسوط فنيا من المباراه. مش النادي الاهلي، انا بتكلم على المباراه كمباراه. لا مش مباراه مش ممتعه. يعني هي لكن نقدر نقوله ان هي مباراه بين الاول والثامن، فطبعا لعيب الاهلي بيلعبوا على ان في فرق مستوى بين الاول والثامن، لكن المباراه دي بتبقى حساسه وبيبقى عامله زي مباراه الكاس. نعم. كابتن طاهر، انا شايف ان الماتش ماشي رتمه يعني مش مثير قوي، يعني الماتش ما فيهوش تنافس جامد. وطبعا توقعاتنا بالنسبه للنادي الاهلي اللي احنا قلناها ان هو عنده ذخيره من اللاعبات اللي
ممكن يعمل منهم تشكيلين وثلاثه عادي جدا. انا من هذا وهو عمل روتيشن زي ما توقعت. لما قلت توقعت حضرتك ان في هيحصل روتيشن وذلك لسهوله المباراه. فهو بيعمل روتيشن وبينزل ناس زيهم زي الموجودين لا يقلوا عن الموجودين، يعني ما تحسش ان انت بتنزل حد احتياطي لحد اساسي. فدي طبعا يعني عدم ثبات التشكيل بيبقى ليه مزايا وليه عيوب. طب خلينا كده نتكلم يا كابتن عن تشكيل الاهلي اللي كان النهارده موجود في السكور شيت ونشوف كام لاعب او كام لاعب. اعتقد ان رنيم جداوي بره التشكيل لانها كانت اصابه خفيفه وكده، فبرضه مؤثره يعني. غير رنيم الجداوي خلينا كده نتكلم عن تشكيل النادي الاهلي. يعني مثلا النهارده شو كيلي او كيلي لعبت، ميرال اشرف لعبت، نادين السلعاوي لعبت، ثريا لعبت، ادي اربعه. ندى نافع ما لعبتش يبقى كده اربعه. دينا عمرو ما لعبتش. رضوى محمد لعبت يبقى كده خمسه. فريده وائل لعبت سته. رنيم ما لعبتش لسه يبقى كده ست لعبات لعبوا. في نهى لعبت يبقى كده سبعه. حبيبة عندك لعبت. حبيبه لعبت 8. يارا اسامه لعبت تسعه. يبقى كده تسعه من الاصل 12 لاعيبه لعبوا في الشوط الاول والثاني. يبقى روتيشن عالي. روتيشن عالي هو يعني لما بتلعب 10 يتقال لك روتيشن عالي. فكده احنا قريبين. يبقى كده في 3 لاعيبات. يمكن هو بس المفاجاه اللي هي عدم مشاركه رنيم حتى الان يا كابتن. ويمكن ده يا كابتن امبارح كنت انا والكابتن طاهر في التمرين امبارح كانت ما اتمرنتش، كانت في حاجه ممكن تكون بيفضل يريحها او حاجه. بس هو حطها في السكور. حطها في السكور. ما هي جاهزه تلعب بس ممكن بيريحها. يعني نقول يعني سيب رنيم دلوقتي لان في كلام عليها. يبقى نتكلم على 11 لاعيبه تلعب 9. يبقى كده كابتن طارق خير يفضل الروتيشن العالي عن ان هو يسوق المباراه لنتيجه كبيره. بالظبط. طيب نبص على مواصل التامين. حور محمد عبد الظاهر ما لعبتش. ايمان خالد ما لعبتش. هاله محمد لعبت. ادي واحد. عندك ملك شعبان تاني ما لعبتش. ما سمعناش عن ملك شعبان. ملك شعبان رقم 11 لعبت الاهلي. خلي بالك ماشي بس رقم 11 ما لعبتش. ما شفناهاش. رانا عبد الظاهر لعبت تمام. ادي اثنين. عندك رحمه لعبت نورهان فتوح ما لعبتش. نورهان ما شفناهاش. سلوى هارون لعبت. ادي اربعه. في نيكول المحترفه لعبت 24. فريده تامر 33 بتالي لعبت. مريم محمد صلاح 35 لعبت. منه الله مطيع 77 لعبت. مصر التامين عمل روتيشن اقل. مصر التامين عمل روتيشن اقل. يمكن مشاركه 7 لاعبات او 8 لاعبات اقل من النادي الاهلي في الحاله دي. يعني النادي المصري التامين عايز يعمل مباراه كويسه. عايز يعمل مباراه كويسه وعايز يعني يخلي الشكل بتاعه شكل فرقه تستاهل انها تكون في الدور ده. وهو عشان ما يجهدوش كمان لو لعب بخمسه او لعب بسته هيجهدوا قدام الاهلي لان طبعا في سكواد عالي وفي روتيشن سريع. بالظبط. طب قول لي يا كابتن المدربين الاثنين المهمه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل المباراه. كابتن طارق خيري داخل عايز يكسب المباراه وفي نفس الوقت باقل مجهود ويجرب فرقته، وكابتن نيفين عقل داخل عشان تعمل مباراه قدام النادي الاهلي. المدربين حتى الان الاثنين نجحوا في مهمتهم. بالظبط. وعن طريق نفس الطريقه اللي هي الروتيشن العالي. روتيشن عالي. يعني ده هيكسب فعارف ان هو هيكسب وبالتالي هو بيلعب كل الامكانيات نتيجه يعني كل اللاعبات او معظم اللاعبات نتيجه ان هو ما فيش فرق بين اللي قاعد بره واللي بيلعب جوه. يعني عنده ذخيره من اللعيبه جامده. اذا كان كابتن نيفين عقل عامله روتيشن برضك عشان ما تريح الفرقه عشان تقدر تصمد خلال ماتش الاثنين. وهدفها في هذا ان هم ما يقعوش بدري ويقوم السكور يفتح. يعني لما انا العب واحد اربع خمس دقايق وانزل وبديل بعمل اريحيه في الفاولات وبعمل اريحيه طبعا. في الفتنس طبعا. بحيث ان انا افضل صامد لغايه الاخر. صحيح. فهو بيحقق هدفه عن طريق الروتيشن والكابتن طارق خيري برضك حقق هدفه عن طريق الروتيشن لان هو عارف ان هو الفرق لن يقل عن العشرة بونت اللي هم فيهم. والمباراه دي الفرق السكور يا كابتن هيثم مش محتاجينه قوي. يعني المباراه دي يعني انت عايز تكسب بس باقل بحيث ان فرقتك تطلع غير مجهده تطلع سليمه تطلع ما فيش اصابات تطلع عشان المباراه الثانيه يوم الاثنين واخد بالك ازاي هتكون حاسمه.
تكسب هتريح نفسك خلاص. ومصدر الثقه كمان ان هو من يعني ايه حط رنيم في السكور بس ما لعبهاش. ما ده برضه بس هو يعني احتياط عشان لو الماتش ازم ما انا ما اقدرش ايه اطلع يعني فيها شيء من الحرص طبعا، لان هو اداره الفرقه انه عايز يوصل لسبورتنج المباراه النهائيه ان شاء الله باذنك يا رب، وهو كامل العدد وهو كمان مش مجهد كويس. مش مجهد بالظبط، يمكن رنيم هو النهارده بس على فكره ممكن يشاركها، ممكن يشاركها في النهايه بعد الجيم ما يفتح ولا حاجه يشارك. طب كابتن سلعاوي شايف الجيم في التالت والرابع هيفتح عن كده؟ هيفتح شويه بقى خلاص ممكن نعدي ال 20 بونت هيعدي ال 20 بونت. واحنا زي ما انا وكابتن طاهر توقعنا في الشوط الاولاني والثاني نفس السيناريو هو اللي حصل بالظبط، قلت لي هيبقى ماشي كلوز جيم وصحيح، لكن في الشوط الثالث والرابع بس قريب النتيجه هتلاقي فرقه الاهلي هتبدا تفرض اسلوب لعبها، تفرض سيطرتها، هتلاقي ان التركيز بيزيد معاهم. تتوقع يا كابتن التشكيل هينزل بيه طارق خيري أو نفس الخمسه الاولين ولا هينهي هيبتدي باللي انتهى بيه الشوط الثاني؟ لا هو نفسه هيبدا هينزل بالامريكيه وهينزل برضه نقط شتا وفريده ونادين او سوريا كابتن طاهر شايف هيبتدي بالفول باور الشوط الثالث عشان يفرق بقى ويريح، ولا شايف ممكن لا يبتدي؟ انا اعتقد ان هو هيبتدي يثبت يعني تشكيل. هينزل بتشكيل قوي وفي نفس الوقت هيثبت الى حد ما شويه اكتر من عايز يفرق عشان على اساس ان هو بقى يفرق في السكور الى حد ما. طب النهارده انا برضو عايز اعلق على فريده وائل، الحقيقه فريده في تطور في الاداء بصراحه طبعا، وكابتن سلعاوي النهارده بيتكلم بيقول انها كانت نجمه في الشوط الثاني يمكن في الدخول في الجري في الديفنس. النهارده فريده بتتطور بشكل حلو بشكل جميل، هي لعيبه كويسه، هي لعيبه مميزه، ولذلك احنا جبناها من هليوبلس. هي بنت ولاعيبه منتخب، جت مع نوها شتا ولا جت مع نوها شتا في نفس السنه لعيبه هي ونوها لعيبه يعني اثنين لعيبه بصراحه مميزين، وكانت سوري المقاطعه ظهرت كويس قوي في الكاس اللي كسبه هليوبلس. كانت من العوامل القويه جدا هي ونوها شتا وفريده علي يمكن من هليوبلس، فكانت ظاهره. وبعدين عندها امكانيات يعني هي في الفاست بريك كويسه جدا، شوطة 3 بوينت 3 بوينت بتشوط كويسه جدا، في البنتريشن بردك مش ممتاز. بس احنا برضو يا كابتن عايزين نتكلم على حاجه، يارا سرعه يارا، انا من وجهه نظري معلش يا كابتن طبعا وانا يعني اقل واحد مع حضراتكم، يارا لازم نبقى واحده واحده صابورين يعني عليها شويه صابورين عليها. يارا لعيبه كويسه، لعيبه منتخب مصر، انتقلت من الزمالك للاهلي في وسط الموسم، لو لعيب سوبر ومحترف وحاجه امكانيات فنيه كبيره لازم وقت، لازم وقت. هي جايه في وسط الموسم ما خدتش اعداد مع الفرقه فهل تتفق معايا يا كابتن؟ انا اتفق مليون في الميه الكلام ده، هي لعيبه كويسه، طولها كويس، بتاخد بوزيشن كويس على تحت الباسكت، لعيبه ارتكاز منتخب مصر وهيبقى ليها مستقبل. بس هي طبعا طريقه التمرين في النادي الاهلي يختلف عن طريقه التمرين في نادي الزمالك. ممكن الزمالك اكون بتمرن يومين ثلاثه في الاسبوع، صحيح. انت في الاهلي بتمرن ست ايام فلسه عقبال ما تتعود وتخش في النظام. وبعدين ميزه النادي الاهلي في نظام وفي سيستم لعب، ممكن لسه ما دخلتش جوه النظام واحده واحده عليها يعني لازم ندعمها، لازم ندعمها لانها هي لعيبه كويسه جدا وعنصر اساسي، والامكانيات دي غير متوفره في مصر، صحيح. بصفه عامه الامكانيات بتاعه البنت دي غير متوفره في مصر، جسم قوي فاحنا كمان. بس انا عايز اقول حاجه، أنا يعني هي رساله ليارا برضو انه يعني ما تجلدش ذاتها، يعني انا عارف اللعيبه اللي بيبقى كويسين لعيبه منتخب مصر ممكن يقول لك يستعجل ان هو يبقى كويس، لا يارا واحده واحده يعني بتهيألي يا كابتن، انا بقول ان ده الجمهور يصبر عليها واحنا صابرين عليها، بس هي ما تجلدش ذاتها. عارف اللعيبه اللي بيبقوا ستار بيبقى دايما بالزبط. بيبقى بيعاتب نفسه او ومتويه بتبقى عايزه تنزل، يعني برضو بيجي احساس للعيب، وانا جيت من نادي القاهره لنادي الاهلي برضو نفس النقله دي بالزبط. بتبقى عايز تعمل كل حاجه في لعبه واحده عشان تثبت انت كويس، فدي من اكبر الاخطاء اللي الواحد بيرتكبها. لا وهو الوجود في فرقه قويه فيها عناصر كتير كويسه وعناصر كتير منتخب مصر، لازم يبقى كل واحد ليه دوره طبعا. يعني ايه ما تعتقدش انك انت 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 جزء مكمل لناس كويسه، صحيح كده، يعني ما يبقاش فرق لما تكون فرقه غير لما تبقى فرقه انت معتمد عليك في كل حاجه، صح يعني. ما عشان كده كابتن هيثم اللعب على المركز الاول
غير اللعب على المراكز الثانيه، فدي نقله برضو. نقله بقى. الله ينور عليك يا استاذ. الله ينور عليك. الثاني يعتبر فشل والثاني زيه زي الاخير. صحيح. كباتن استاذنكم خلاص لحظات وتنطلق الفتره الثالثه، نطير لصاله الشهداء في مقر النادي الاهلي بالجزيره ومعلقنا القدير الدكتور وائل ابو العزم نقل الفتره الثالثه والرابعه الاهلي ومصر للتامين، فالى هنا. شكرا معلقنا الدكتور وائل ابو العزم. اذا انتهت المباراه جيم 1 في سلسله المباريات بيست اوف 3 بفوز النادي الاهلي على مصر التامين 98-71. مباراه الحقيقه الشوط الرابع تفوق فيها النادي الاهلي تفوق كبير الحقيقه، وظهر يعني قيمه الروتيشن اللي بيعمله كابتن طارق خير، ان الفرقه وصلت للكوارتر الرابع وهي واقفه على رجليها الحقيقه. اداء كويس، اداء ممتاز، مبروك النادي الاهلي، بدايه جيده، هارد لك نادي مصر للتامين. اروح لضيوفي كابتن سلعاوي، يمكن الثالث والرابع افضل بكثير من الاول والثالث. فعلا الشوط الثالث والرابع افضل بكثير من الشوط الاول والثاني. عايز اقول ان فريق التامين لعب تعتبر مباراه جيده ليه، لكن في الشوط الرابع ما قدرش يجاري لاعبي النادي الاهلي. السيناريو زي ما كنا متوقعينه بالظبط، الشوط الرابع هو الفيصل في التغييرات الكابتن طارق خيري. نعم. نادين كان نادين سلعاوي نجمة الشوط الرابع، هي ويارا. يارا كانت هايلة الشوط الرابع، قدرت تخلص كل الكور اللي جات لها تحت الباسكت بمنتهى السلاسة. عايز اقول كمان ان مصر التأمين بدني ما قدرش يجاري لاعبي الاهلي في الشوط الرابع، بس عملوا مباراه جيده الحقيقه. يعني على قدر الاسكواد وعلى قدر الامكانيات، وكابتن فينا علي المدير الفني الحقيقه حاجه شخصيه يعني عملوا الحقيقه جيم كويس. بس خلينا قبل ما اروح طبعا لكابتن طاهر رجب واعرف رايه في المباراه، الحقيقه جانا خبر منذ لحظات. انتوا عارفين حضراتكم مواليد 2006، فريق كره القدم في النادي الاهلي تحت 17 سنه بيخوض منافسات بطوله زد الدوليه اللي بتقام على ملاعب زد في القاهره الجديده. وهو الخبر كالآتي: تأهل نادي الأهلي وفينورد الهولندي للمباراة النهائية أو المباراة النهائية في نهائي النسخة أو نهائي النسخة الأولى في بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة المقامة على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة إن شاء الله، وذلك عقب تغلب الفريق الأحمر على بنتياكوس اليوناني بنتيجة 2-1. أحرز هدفي اللقاء عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي، وأيضا هو الأحرز الهدفين، وصعود فينورد على حساب زد اف سي بعد ان تاهل بضربات الجزاء الترجيحيه بعد ان خلص الوقت الاصلي بالتعادل السلبي. ومن المقرر ان يلتقي الفريقين او فريق نادي الاهلي مواليد 2006 مع نظيره بنادي فينورد الهولندي بكره ان شاء الله الساعه 11، في يعني يوم السبت بكره الساعه 11 مساء. هتكون المباراه اللي قبليهم الساعه 9:30 مباراه التحديد المركزيه الثالث والرابع بين فريق زد اف سي اللي خسر النهارده في مباراه قبل النهائي، وبنثياكوس الفريق اليوناني على التات والرابع في تمام الساعة 9:30 زي ما وضحنا لحضراتكم. طبعا وبينما سيواجه فريق نادي أستون فيلا فريق نادي فيتوريا البرتغالي في الساعة 8 لتحديد المركزية 5 و6. يعني واضح كده خلاص الرؤية، هم 6 فرق بيلعبوا من الأول للسادس، ونادي الأهلي بكرة إن شاء الله هيلعب النهائي في تمام الساعة 11 مع فينورد الهولندي. بطولة جيدة، بطولة مشاركة النادي الأهلي فيها أعطى للبطولة قيمة كمان كبيرة جدا. مبروك طبعا للفريق مواليد 2006، وإن شاء الله بكرة بإذن الله في مباراة الأهلي والزمالك لكرة السلة هنتابع في الاستوديو التحليلي المباراة، هيكون موجود هناك كاميرات النادي الأهلي، وهنكون متابعين المباراة لحظة بلحظة لحضراتكم غدا بإذن الله، لأن يعني هيكون الميعاد في نفس ميعاد مباراة الأهلي والزمالك، ولكن في الاستوديو التحليلي بكرة إن شاء الله لمباراة كرة السلة الأهلي والزمالك هنتابع لحظة بلحظة هذا النهائي. ألف مليون مبروك، ودائما النادي الأهلي في كل مشاركاته الدولية بيزيد أو بيضيف قيمة كبيرة بجماهيره بلعبته الحقيقة على مستوى كبير جدا، بيكونوا حتى في قطاع الناشئين مش بس على مستوى الدرجة الأولى. ألف مليون مبروك، نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يحصد النسخة الأولى أو لقب النسخة الأولى لبطولة زد الدولية التي تقام على ملاعب زد في القاهرة الجديدة. كابتن طاهر نرجع لمباراة النهاردة، الحقيقة عند حضرتك أكيد كلام كتير، أكيد التالت والرابع أفضل بكثير من الشوط الأول والثاني، رأي حضرتك إيه وإيه اللي عمل الفارق ده في التالت والرابع عن الأول والثاني؟ هو طبعا كان الاهلي الى حد ما كان موفق في الملاحظه اللي لاحظها كابتن سلعاوي في الاول والثاني. نعم. ان تصوباتنا كانت 3 بونت كانت نسبتها قليله في الاول والثاني، انما طبعا فرق بفضل نادين السلعاوي قدرت تجيب اعتقد 4 أو 5 كور 3 بونت
عملت فارق كبير بصراحة. طبعا 3 بونت بتفرق، بس السكور الى حد ما بالنسبه للبنات سكور عالي 98-71، يعني تحس ان الاثنين بيلعبوا اوفنس صحيح، يعني الديفنس على حساب الديفنس، الديفنس ما كانش لهذه الدرجه. بس يا كابتن انا ملاحظه حضرتك صحيحه جدا، احييك عليها، انه السكور عالي. انا ممكن اتقبل السكور عالي يكون في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي عنده مفاتيح هجوميه قويه جدا ما شاء الله، ولكن ان يخش فينا 71 نقطه، ما هي ده بنقول الديفنس. الديفنس عندنا هي محتاج مراجعات، خاصه ملعب المباراه على ملعبنا. الديفنس في استطاعه التامين ما يقدرش يعمل اكتر من كده معانا في الديفنس، لانه طبعا هو بدنيا يعني لحد ما قليل قليل، رغم ان الروتيشن كان عالي وده ادى ان هم قدروا يكملوا للاخر وجابوا ال 71 بونت. نعم. انما النادي الاهلي المفروض كان يبقى ديفنسه احسن من كده. 18 نقطه متوسط 71 18 نقطه متوسط يخش فيك ده 18 نقطه تقريبا بالتقريب يعني. طبعا السكور في الناحيتين يعني الاثنين بيلعبوا اوفنس والديفنس الاثنين مقصرين فيه. شايف كده حضرتك. كابتن سلاوي تتفق مع كابتن طاهر في الكلام ده؟ يعني النادي الاهلي يحط 98 نقطه ده مش مستغرب، ده امر طبيعي. امر طبيعي. انما النادي الاهلي من اقوى هجوم في في السيدات، وده طبيعي، وده طبيعي. ما شاء الله عندك اي حد معاك كره يقدر يحط او يسجل. انما النهارده 77 نقطه كتير. انا اعتقد ان كابتن طارق خيري هيبدا يشتغل على الدفاع، سواء منتم رجل لرجل او الزون ديفنس وكده، ويقدر ينظم لانه بيتفرجوا على المباراه دي مره واثنين وثلاثه. نعم. لكن في البنات يعتبر سكور عالي بالنسبه للهجوم وبالنسبه للدفاع. طب ايه اللي عمله مصر للتامين؟ واحنا بنحلل ده دورنا في استوديو التحليل. ايه اللي عمله مصر للتامين ساعدوا ان يحط في دفاعات النادي الاهلي بين قوسين دفاعات النادي الاهلي، واحنا فريق كبير الحمد لله، يعني فرقه فيها سكواد كبير، ايه اللي عمل ونجح فيه مصر التامين انه بيحط ال 71 نقطه؟ استحوذ على الريباوند في بعض الاوقات المباراه، فص بريك عنده جري اسرع من لاعبتنا، دفاعيا كان في لعيبه الاهلي غير منظمين. احييك يا كابتن فعلا، لان ال 71 نقطه دي مش هتيجي ابدا غير بالفاست بريك. فاست بريك النهارده كان في فعلا استحواذ دفاعي، هم نجحوا وخاصه من هاله اللي كانت لعيبه النادي الاهلي وراحت مصر التامين، بتنقل الملعب بسرعه جدا جدا جدا، فاديتهم فرصه للامريكيه ديكي او للرنا عبد الظاهر انها تاخد 3 بوينت. نعم. او الثانيه تحط سلالم، واعتقد برضو ان اللعيبه الامريكيه ديكي ساره ديكي حطت 3-4 3 بوينت، ورنا عبد الظاهر نفس الكلام. نعم. زائد ان سلوى هارون لعيبه الاهلي السابقه من احسن اللاعبات النهارده. نعم. واعتقد حتى سكور عالي في النادي الاهلي. نعم. كابتن، يمكن كابتن سلعاوي وحضرتك تتفقوا ان النادي الاهلي اللي عمل على الفرق 3 بوينتس اللي كانت موفقه فيه بشكل كبير السلعاوي، والناحيه الثانيه الفاست بريك اللي فرق مع مصر التامين ان هم نجحوا يروحوا على النادي الاهلي الحقيقه 1 0 كتير، احنا شفنا 1 0 و2 1 على النادي الاهلي كتير. علاجه ايه؟ يعني احنا دلوقتي محتاجين، هل احنا انسايد اكتر، نقاط كتر انسايد؟ وانا هقول يعني الى حد ما هي مش مشكله قوي، بس لان هي سهله تتعالج. يعني اللي ساعد مصر التامين انه يجيب 71 بونت هو دفاع الاهلي. نعم. دفاع الاهلي مش لهذه الدرجه، فهو ده اول سبب ساعد ان التامين يحط 71 بونت. ده سكور واحد كسبان، يعني 71 بونت ده سكور فرقه كسبانه. فبالتالي اول حاجه الديفنس في النادي الاهلي ما كانش على قدر يعني نتيجه سهوله المباراه في وقت معين، ونتيجه تركيز اللاعبات على الهجوم اكتر، وزي ما قال الكابتن سلعاوي ان هو الرجوع بتاعنا ما كانش بهذا الـ طب تقدر تقيس يا كابتن طاهر على المباراه دي؟ تقدر تقيس عليها ولا يمكن عشان اللاعبات حاسين الماتش؟ لا 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 طبعا ما اقدرش اقيس عليها، ده انا عندي دلوقتي يعني في قوه ضربه جامده في النادي الاهلي ما لعبتش. دي يعني متوسط سكور في ماتشاتها كلها لا تقل عن 24 بونت، والريباوند ده المتوسط. لا المهم الريباوند كمان، وتجري فاست بريك بتديك فاست بريك على الاقل، هتخلي فرقه زي مصر التامين تفقد الميزه في الدفاع. الريباوند ده وجود رنيم هيبقى يعني مؤثر في الحته دي. اضافه كابتن هيثم، الكابتن طاهر اتكلم في النواحي اللي هي قال لك دفاع، لكن لازم حد يعطل الكوره. البنت بتاعت ليمر باوند بصيها البليميكر، بليميكر بياخد الملعب 24 اوتليت لا الطويل يعطل، لا متى
والمهم الرجوع. يعني انا ترانزيشن ديفنس ده مهم جدا، لان في الـ في الـ في الغالب وانت راجل بتاع كره السله محنك في الموضوع، الديفنس خدت بالك، الديفنسيف الرجوع بسرعه ده بيقلل السكور اللي هو 70% من الماتش بيبقى فاست بريك. نعم يعني باستمرار الاستاتستكس كلها بتقول ان في حدود 70% من السكور بتاع الماتش بيبقى فاست بريك. نعم 2 على 1 زي ما احنا، 3 على 2، 1 على 0، كل ده فاست بريك هتلاقيه في حدود 60-70%. نعم خلينا برضو نقول يا كابتن انه كابتن طارق خيري نجح طبعا، يعني نقول برضو اللي لينا واللي علينا، كابتن طارق خيري نجح انه يكسب مباراه النهارده باقل مجهود. يعني انا مش فاكر في المباراه ان حد اتحمل عليه، لا يعني معلش اعتقد المجموع كلام انا صح، يعني انت فاكر انت حاسس بلعيبه قعدت في وقت طويل في الملعب ولا لعيبه واجهتت؟ يعني لكل لعيب ده نجاح. ده نجاح طبعا. لعب بكام بقى؟ انت مش هتاخد كل حاجه، يعني انت مش لعب بال 12، لعب بال 11 مع رنيم، مع رنيم حدينا عمرو نزلت وكانت موفقه، كان مين برده ما كانش في الشوط الاول، كان لعب لعبت فكل لعب 11 لعيبه لعبت، كله لعب مع عدا دي ممكن يكون عندها شيء 100% مصابه 100% مش مصابه، يعني انما يعتبر كده هو انت اشتركت ب 100%. وتكسب فرق حوالي 27 نقطه. لا انت كده بسيب، ما انت كابتن بس 27 نقطه في الكوارتر الرابع، ما انت مش هتاخد كل حاجه يا كابتن سلاوي، يعني مش هتعمل روتيشن عالي وفي نفس الوقت تكسب فرق كبير ويخش فيك قليل، لا انت طلع الفول باور بتاعك في ماتش نهائي مثلا، انما ما تطلعوش في ماتش زي ده، بالعكس انت تكسب، حتى لو انا في رايي انا لو هتكسب فرق باسكت تكسب. هو كسب ال 11 اللي لعبه، هو كسب ال 11 اللي لعبه، اولا وزع الجهد، ثانيا ان هم كلهم نفسيا بيبقوا بقى خلاص اشتركوا في الماتش، ودي النقطه اللي بيتكلم فيها الكابتن طاهر، هي اللي من اول المباراه اللعبه على النقطه النفسيه. كل اللعيبه معظمها تقريبا خدت اوقات متساويه. خلينا نقول ان الاسبوع ده برضو عندنا طبعا ده ملخص للمباراه، يعني اللي ما كانش شاف المباراه يشوف اهم يعني واحلى الالعاب اللي حصلت في المباراه. خلينا نقول الاسبوع ده اسبوع مهم جدا للالعاب الاخرى او العاب الصالات في النادي الاهلي. النهارده احنا فريق السادات بيلعب بكره الرجال امبارح لعب امبارح وبيلعب بكره جيم 2 بعد الفوز على الزمالك. النهارده فريق كره اليد رجال بيلعب نهائي ان شاء الله الدوري. عندنا الكره الطائره بيلعبوا النهارده جيم 2 مع الجيش او نادي طلائع الجيش في لا انا اسف نادي بتروجيت جيم 2 الساعه 11:30. عندك كمان طبعا في حاله ان شاء الله ان احنا نفوز ونعدي من البتروجيت او يوم الاثنين الماتش التالي، والزمالك بيلعب النهارده طلائع الجيش. يعني عندك النهارده اسبوع دوري، الاسبوع اللي جاي كابتن طاهر في النادي الاهلي مهم جدا جدا جدا، اسبوع حسم في العاب كتير. رمضان كريم، الله اكرم. يعني فعلا الاسبوع الجاي كمان ما تنساش ان في اربع في بطولتين مهمين جدا. نعم بطوله الفاينل كاس ولاده وفاينل كاس بنات. انا اقول لك الاسبوعين دول بالرغم يعني 15 17 16 الكره دي بتاعت فريده وائل حلوه قوي يا كابتن، يعني حتى كابتن نيفين عقل الكره يعني تبقى يعني بتبقى مؤلمه للدفاعات. وخلينا طيب نروح لارض الملعب صاله الشهداء زي ما عودناكم بعد كل مباراه لقاءات مهمه من قبل الجهاز الفني، ونعمل لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبات ونعرف رايهم في المباراه، يمكن كلامهم يتطابق مع كلامنا او يبقى كلامهم عكس كلامنا. خلينا نشوف اللقاءات بعد المباراه. كابتن كريم اسماعيل طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي، المدرب العام طبعا لفريق سله سيدات. كلمني بقى عن المواجهه طبعا الاولى جيم 1 ما بين مصر للتامين، وايه استعداداتكم كانت قبل المواجهه النهارده؟ كان شفنا يعني مباراه قويه وماتش صعب شويه، قول لي استعداداتكم وقول لي استعداداتكم طبعا في جيم 2. مرحب بيكم. اول حاجه هو جيم 1 طبعا كابتن طارق والبنات كنا بنجهز ليه، عشان عندنا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه المفروض مسافرين، عندنا سيمي فاينل وفاينل الكاس، ماتشين جامدين جدا، المفروض ماتش مع هليوبلس وان شاء الله نلعب نوصل فاينل نلعب الكسبان من الجزيره وسبورتنج، فاحنا الماتشات دي بناخدها استعداد للكاس، فنتمرن بعد الفطار دايما، ممكن يكون الصيام وكده في اوله اول جيم يعني نلعبه في رمضان، فممكن يكون كان مؤثر في اول كوارترين، بس الثالث والرابع طبيعي رجعنا تاني للطبيعي بتاعنا، والنهارده بنلعب ال 12 والكابتن طارق بيجهز الناس كلها عشان ماتشات الكاس باذن الله. ايه اكتر النقط الصعبه اللي لقيتوها في المباراه النهارده، وهل في واقع هتبقى موجوده في جيم 2 ولا
لا ان شاء الله لا جيم 2 ان شاء الله هيبقى مختلف تماما ان شاء الله باذن الله. بس النهارده الصعب يعني الصعوبات في الاول ان احنا صيام ممكن اول جيم نلعبه في رمضان, فده ممكن يكون مؤثر شويه على البنات, بس بعد كده هنتعود ان احنا ان شاء الله الماتشات كلها في نفس الميعاد وفي رمضان, فواحده واحده ان شاء الله هيكون في تعود باذن الله. تحت امرك, شكرا العفو. شكرا كابتن فريدة وائل, برحب بيكي طبعا على شاشة قناة الأهلي. ألف مبروك الفوز النهاردة في المواجهة الأولى أمام مصر للتأمين. كلميني بقى عن استعداداتكم للمباراة وتوقعاتك طبعا لجيم 2, وقولي لي أصعب النقط كمان اللي واجهتوها النهاردة في المباراة دي. الله يبارك فيكي, ميرسي. احنا دي كانت اول ماتش في الدور الثمانيه ان احنا نقدر ان شاء الله ان احنا نوصل للسيمي فاينل والفاينل. احنا بقى لنا فتره مركزين ان احنا بنتمرن كويس قوي للمقابله بتاعه الماتش ده. في طبعا حاجات مهمه يعني كنا بنركز على كل واحده مميزاتها ايه ومحترفه بالذات لان هي عندها مميزات كتيره, فكنا بنتمرن الفتره اللي فاتت ازاي نقدر نوقفها. برده كل يعني في كذا عنصر عندهم في الفريق كان عنده مميزات, كنا بنتمرن كل واحده مميزاتها ايه وايه اللي احنا نقدر نتمرن عليه ونوقفه. فدي كانت حاجه هي اللي خلتنا ان احنا ننزل النهارده مركزين كويس قوي مقفلين على كل واحده, فالحمد لله ان احنا قدرنا يعني نكسب بشكل كويس النهارده الحمد لله. قولي لي استعداداتكم بقى هتكون ازاي للجيم 2 يعني امام مصر للتامين, وقولي لي توقعاتك كمان, هل الماتش اللي جاي هيكون اصعب من ماتش النهارده ولا لا؟ ان شاء الله احنا المفروض الماتش التمرينتين اللي جايين برده هنبقى مركزين ايه الاخطاء اللي احنا عملناها. هنتفرج طبعا على الماتش بتاع النهارده هنشوف ايه الاخطاء اللي احنا عملناها, ممكن يبقى فيه كان اخطاء شويه في الديفنس في الاول, دي هنتفرج عليها وهنحاول ان احنا نقللها الماتش الجاي. الماتش الجاي ان شاء الله يعني ان احنا نقدر نكسب, هو اكيد هيبقى ماتش مهم برده ولازم الاول ان احنا نقدر يعني لو نزلنا من الاول مركزين على كل حاجه احنا عملناها غلط الماتش اللي فات هنقدر نكسب ان شاء الله. ميرسي قوي, ميرسي, شكرا. كابتن حبيبه محمد, برحب بيكي طبعا على شاشه قناه الاهلي. في البدايه بقول لك الف مبروك فوز النهارده طبعا اللقاء الاول امام مصر التامين في البيست 3. كلميني بقى عن المواجهه النهارده وقولي لي اصعب النقط اللي واجهتوها النهارده في الماتش وتوقعاتك للماتش اللي جاي جيم 2, هيبقى اصعب ولا النهارده اصعب؟ الله يبارك فيكي, شكرا. طبعا ماتش النهارده بالنسبه لنا مهم قوي عشان هو ده اللي هيوصلنا للسيمي فاينلز. احنا بالنسبه لنا اخر بطولتين دول اهم بطوله وبنستعد ليهم من بدري قوي يعني. احنا بس ممكن في الاول كنا لسه ما دخلناش في الجيم, بس لما الجيم مشي عرفنا اخطائنا والحمد لله فرقنا في الاخر يعني. قولي لي توقعاتك للجيم 2 وقولي هتستعدوا ازاي, هل بشكل مختلف عن استعداداتكم للماتش النهارده؟ يعني هندرس, هنتفرج على الفيديوز وهندرس ايه اللي احنا عملناه غلط الماتش ده وهنصلحه الماتش الجاي وان شاء الله نبقى احسن كمان الماتش الجاي. زي ما شفتوا حضراتكم يعني اللقاءات برضو كلها والكلام عام يعني ما فيش حاجة سبيسيفيك قوي, لأن ده بيدل إن المباراة مباراة مهمة, مباراة خطوة للأمام. أنت النهاردة عندك بيست أوف 3 تكسب مباريتين خلاص تريح نفسك ما تخشش في مباراة تالتة. طب المباراة التانية هتبقى إمتى؟ هتبقى بعد بكرة بإذن الرحمن على ملعب مركز شباب الجزيرة. ملعب ضيق, ملعب صعب, يعني المباراة مش هتكون سهلة زي النهاردة, يعني المباراه مش هتكون سهله. ويمكن كابتن طارق خيري باصص لده انه رايح بعد بكره مباراه مهم جدا تكسب بعد بكره لسبب معين انت ترتاح بقى الجيم الثالث. لو في فرق تانية يعني بتلعب انت بتكون مرتاح. وزي ما قلنا لحضراتكم النهارده برضو يوم مهم جدا, عندنا مباراتين الساعه 11 ونص, مباراه في مجمع دكتور حسن مصطفى كره طايره, عندنا مباراه الاهلي وبتروجيت جيم 2. ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده نكسب نطلع فاينل ان شاء الله. والزمالك بيلاعب دلوقتي في نفس التوقيت اللي انا بكلم حضراتكم فيه بيلاعب نادي طلائع الجيش. فالمباراه الثانيه اهلي وزمالك كره يد, النادي الاهلي طبعا داخل فارق بنص نقطه عن نادي الزمالك. نادي الزمالك اتعادل امبارح مع سبورتنج على ما اتذكر 26-26, فاداك نص نقطه. انت دلوقتي داخل نص نقطه, عندك تو اوبشن النهارده في كره اليد, تكسب تاخد الدوري, لا قدر الله في حاله الخساره هتروح لمباراه فيصل. فاذا النهارده يوم مهم جدا خاصه كره اليد, مجهود السنه كله والتعادل برضه بالظبط التعادل لا يديلك فرصه تانية ان انت تلعب مباراه. لسه بقول 27-27 امبارح, ولكن انا بتكلم على ان النهارده كره اليد مجهود السنه كله في الشهر ده. انت عندك النهارده بتلعب نهائي دوري, بعد شويه تلعب نهائي كاس, هتخش على بطوله السوبر الافريقي, على بطوله ابطال الكؤوس اللي احنا كنا بنذيع قرايتها امبارح. فاذا احنا يعني بامانه اسبوع الشهر ده هو حصاد الموسم كله. يمكن اكتر واحد هيكون النهارده مشدود وقلقان وواقف زي ما بيقولوا يعني على اعصابه الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي طبعا الكفء والقدير, اللي طبعا كل اللي بيحصل ده نتيجه تخطيطه ورؤيته اللي عرضها على مجلس اداره, وخدت يعني دعم من كابتن محمود الخطيب, وخدت ايضا دعم من معالي الوزير العام فاروق نائب رئيس المجلس وكل اعضاء المجلس. فالنهارده الشهر ده هو شهر الحصاد. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين
ونرجع نكمل تغطيتنا الاهلي ومصر التامين كره سله سيدات ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا بنفكر حضراتكم ان فريق الاهلي النهارده ومصر التامين تلاقى يعني في المباراه رقم واحد، انتهت المباراه بالفوز 98-71. المباراه دي جيم 1 ان شاء الله، عندنا بعد بكره مباراه مهمه. طبعا كل المباريات دي على قدر استطاعتنا بنحاول نغطيها على شاشه قناه نادي الاهلي. بكره باذن الرحمن هننقل لحضراتكم من برج العرب مباراه كره السله الاهلي والزمالك، بنحاول بقدر الاستطاعه ان احنا نكون مع ابطالنا معاهم حتى في الشهر الفضيل شهر رمضان، وبنحاول ننقل لحضراتكم اهم الاحداث. امبارح كنا بننقل لحضراتكم وقائع او مراسم قرعه ابطال الكؤوس رجال وسيدات والسوبر رجال وسيدات ايضا افريقيا اللي هتلعب ان شاء الله يوم 6 مايو القادم. كابتن طاهر اجل حضرتك، يمكن اكيد يعني فريق السيدات راسم انه بس مش يوصل للمباراه النهائيه، لا تخطيط كابتن طارق خيري انه ياخد 5 بطولات من 5 بطولات ان شاء الله، لان ده هتبقى بوابتك ان انت تروح افريقيا، خاصه ان الان بي اي بيفكروا جديا ان الباسكت بول افريقيا ليج يكون سيدات كمان. يكون سيدات، فالنهارده الدوري السنه دي مهم جدا للسيدات. تقييمك لرحلتنا حتى الان، شايفها رحله جيده موفقه ولا لسه برضو قلقانين على الفرقه؟ شايف رؤيتك ايه؟ انا شايفها من ناحيه كذا نقطه. اولا زي ما يمكن اتكلمنا في الموضوع ده، ان مجلس الاداره والاداره بيدعموا الفرقه دي دعم كبير قوي جدا، صحيح. وبدليل اللعيبه اللي تعاقدوا معاها السنه دي، يعني تقريبا عدد لا باس به من اللعيبه. نعم. تم التعاقد معاه. مش حد بيظهر على الساحه الا ما بيكون نادي الاهلي متعاقد معاه. بالظبط كتير، عندك ميرال اشرف، رنيم الجداوي، عندك يارا اسامه حتى في يناير لما سابت نادي الزمالك او بقت فريق نادي الاهلي تعاقد معاها. انا مش عايز انسى حد. حبيبه فده كيلي احسن اجانب. احسن اجانب، يعني قصدي اقول لحضرتك الفريق ده على مستوى الدعم زي ما حضرتك بتقول. ده نمره واحد، دي النقطه اللي نقولها. نمره اتنين النتائج. نعم. لغايه دلوقتي النتائج بتاعتك كويسه جدا، 3 بطولات بتهيألي، اول الدوري، بطل القاهره، بطل القاهره، بطل المرتبط، سوبر مرتبط، ما هو القاهره السوبر، سوبر مرتبط 3 بطولات من 3 حتى الان، والنتائج اللي مع المنافس الاكبر لينا اللي هو سبورتنج كسبته الماتشين اللي رايح جاي في التمهيدي. ده انت المرتبط كمان كسبته من غير اجنبي، من المحترف. بالظبط. النقطه الثانيه تبقى النتائج. نعم. النقطه الثالثه، انا زي ما شايف ان في الى حد ما روح كويسه. صحيح. كل ما كثرت النجوم كل ما بتبقى صعب على المدير الفني. الله ينور عليك يا كابتن، ملاحظه جميله. ان انت لما بتيجي يعني يبقى في الى حد ما سيطره وعدل وانصاف لجميع اللعيبه، يعني زي ما قلنا كده النهارده ان انت لعبت بال11 لولا المصابه اللي هي نجمه كبيره، يعني يمكن فضل راحتها كابتن طارق، او نفضل راحتها. ده معناها ان انت بتلعب ال11 يبقى انت الى حد ما نفسيا بتقدر يعني تسعد اللعيبه دي او تخليه روحهم الى حد ما عاليه، وان ليهم دور، وان صعبه إدارة فرقة فيها نجوم بأمانة. ودي النقطة الثالثة، فبالتالي كل دي بوادر إن شاء الله ماشي صح. النتيجة إن تكون اكتساح إن شاء الله، إن شاء الله، أو إن إحنا تاخد كل تعب وتشترك في بطولة أفريقيا، ولو مش بعيدة إن أنت تحقق بطولة أفريقيا بالنجوم اللي عندنا دي. نعم. وبالإدارة الكويسة اللي ماشية كويس، يبقى إن شاء الله المحصلة خير باذن الله ان شاء الله. خليني ارجع للخبر اللي كنا قلناه في بعد العوده من المباراه وله علاقه بكره القدم. انتوا عارفين حضراتكم كنا اتكلمنا عن فريق تحت 17 سنه لكره القدم اللي بيشارك دلوقتي او في هذه الايام بطوله زد الدوليه في النسخه الاولى. البطوله دي بتتلعب في ملاعب زد في القاهره الجديده بالتجمع الخامس، والنادي الاهلي مشارك فيها. هم 6 فرق اللي شاركوا، بطوله دوليه مشارك فيها اسامي كبيره. النادي الاهلي النهارده نجح انه يصعد للمباراه النهائيه، وخلينا اقرا لحضراتكم الخبر وفي تفاصيل حتى لغايه المركز السادس مين اللي بيلعب على المراكز السته الاولى. تاهل نادي الاهلي وبينورد الهولندي الى النهائي النسخه الاولى من بطوله كاس زد الدوليه تحت 17 سنه المقام على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهره الجديده، وذلك عقب تغلب الفريق الاحمر على بنثياكوس اليوناني بنتيجه 2-1، وسجل واحرز هدفي اللقاء
عمر سيد معوض، طبعا ابن الكابتن الكبير سيد معوض. وصعود فينورد على حساب زد اف سي في المباراه قبل نهائي الطرف الاخر بضربات الجزاء الترجيحيه بعد ما انتهى الوقت الاساسي بالتعادل السلبي. من المقرر ان يلتقي فريق النادي الاهلي مواليد 2006 مع نظيره فينورد الهولندي بالمباراه النهائيه يوم السبت بكره ان شاء الله في تمام الساعه 11 مساء بكره باذن الله على ملاعب نادي زد الرياضي ايضا في القاهره الجديده او بالقاهره الجديده، وهو احد افضل الملاعب المصريه. ويسبق النهائي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين زد اف سي وبنثياكوس اليوناني في تمام الساعة 9:30، بينما سيواجه فريق نادي أستون فيلا فريق نادي فيتوريا البرتغالي في تمام الساعة 8 لتحديد المركزي الخامس والسادس. كل التوفيق طبعا لفريق 2006، وبالمناسبة إن شاء الله بكرة هنيل لحضراتكم مباراة كرة السلة الأهلي والزمالك من برج العرب، مباراة 2 جيم 2، مباراة جيم 1 كانت أمس، واستطاع النادي الأهلي الفوز بنتيجة 62-62 بفارق 9 نقاط. مباراة بكرة هتبقى مباراة مهمة في حالة فوز النادي الأهلي، بيقرب خطوة لأنه طبعا المباريات بنظام بيست اوف 5 مش بيست اوف 3 زي السيدات. هننقل لحضراتكم المباراة دي بكرة على الهواء مباشرة في تمام الساعة 9:00. الاستوديو التحليلي هينطلق في تمام الساعة 8:30. طبعا هنتابع مع حضراتكم أثناء الاستوديو التحليلي نتيجة مباراة طبعا النادي الأهلي وفينورد الهولندي من خلال الاستوديو التحليلي. بكره هيكون في ان شاء الله كاميرا هناك وهنتابع المباراه لحظه بلحظه، وان شاء الله المباراه كامله هتتذاع في وقت لاحق باذن الرحمن. دايما قناه النادي الاهلي زي ما وعدتكم بكون مع ابطالنا في كل مكان قدر استطاعتنا باذن الله، واكيد كل الابطال ما بياخدوا خطوه لقدام احنا بنكون اسعد الناس الحقيقه في الدنيا. ارجع لضيفي كابتن سلعاوي، يمكن عين على مباراه بكره مع نادي الزمالك، معلش محتاج اخرج شويه سكوب اكتر عن كرة السلة. مباراة الأهلي والزمالك بكرة مباراة مهمة، امبارح كان في ظروف، الشوط الأول أنت خسران، الكوارتر الأول، الكوارتر الثاني خسران، الكوارتر الثالث السكور وصل 16 نقطة النادي الزمالك، ولكن حصل كام باك بشكل كبير في الرابع، استطاع النادي الأهلي أن هو يعوض ويفوز 9 بونت، يعني كسب في الشوط الرابع فرق 25 نقطة 33-8 ونادي الزمالك حط 8 نقاط فقط. أشكرك. مباراة بكرة شايفها ازاي؟ النهارده نادي الزمالك هيخسر المحترف بتاعه بتقل كبير لانه اطرد طرد مباشر، هيقعد واقف مباراه مباراتين الله اعلم، لجنه المسابقه هتحدد. شايف مباراه بكره ازاي؟ خاصه ان كان في تراجع في الثلاث اشواط الاولانيين برغم ان الفوز مباراه امبارح. طيب انا ليا راي قد يكون مختلف شويه في الموضوع ده. اول حاجه فريق الزمالك فريق نادي فريق محترم، نعم، مدربه مدرب محترم، لكن فريق النادي الاهلي، نعم، اعتقد بعيد شويه عن نادي الزمالك. نعم. بعيد ازاي؟ بعيد كلعيبه، لعيبه يعني اعتقد من احسن افضل العناصر الموجوده في مصر. تمام. في كل مركز. اعتقد امبارح كان في نوع من الثقه بالنفس ان انا هكسب. او كان لدى اللعيبه ايه؟ عدم احترام الخصم شويه. ان فريق سهل حاسس ان انا هكسب في اي وقت. هكسب في اي وقت. فهو ده اللي ممكن يكون عمل، لكن بدليل ان انت عملت رجوع للجيم في الشوط الرابع، بدليل ان نادي الزمالك حط 8 بونت في 10 دقائق. نعم. يعني انت قادر، فطالما انت قادر فلا ده، فانا اعتقد ان بكره ان شاء الله هيتغير الاسلوب وهيبقى التركيز من اول المباراه. خليني بس اوضح حاجه يا كابتن بوك، ان النادي الاهلي النهارده كان اعلن انه حدد الثالثه عصرا بكره ان شاء الله لتحرك اتوبيسات الجماهير لبرج العرب، وكان تم الاعلان عن الخبر ده من 7 ساعات تقريبا على مواقع النادي الاهلي. فانتوا عارفين طبعا النادي الاهلي جماهيره بتطلع من هنا عشان تتآذر فريق كره السله في برج العرب، والنادي الاهلي الحقيقه وفر وسيله اضافه طبعا إضافة. يعني وحتى النادي الاهلي نزل بيان الحقيقه لتحرك الاتوبيسات بكره ان شاء الله الثالثه عصرا. والحقيقه انا لما كنت بطلع الرحلات دي او يعني بروح اشجع بتبقى حاجه جميله جدا، الجماهير بتتجمع يا كباتن وبتفطر مع بعض وبيبقى بيتجمعوا على حب رحله ومتجمعين على حب النادي الاهلي وبيروحوا يشجعوا، وسبحان الله جماهير النادي الاهلي امبارح ما بطلتش تشجيع. حتى هو كمان ملعب برج العرب كابتن هيثم محتاج اتوبيس لان انت بتنزل بعيد وبتمشي بعيد وكده، فهو استجاب مجلس اداره النادي الاهلي الموقر استجابوا لطلب الجماهير بتوفير باص لنقل المشجعين من هيطلع من اهلي زايد لاسكندريه. نعم. والعوده. وكمان اللي بقول لحضرتك انه بتبقى حتى بيبقى رساله للعيبه يا كابتن طه، انا لما الاقي ان في اتوبيسات طالعه من مصر عشان تاذي الفريق بتديله اهميه، ان انا مش عايز اخذل الناس اللي جايه دي. فحتى امبارح الفرقه
لما خلصت المباراه سرعت على الجمهور راحت حيته مع مستر اجوستي لانه كانت مباراه يمكن عصيبه شويه. هي انت كنادي اهلي بتبادل الجمهور حبا بحب. يعني الجمهور قد ما بيحبك ايه رايك في دي؟ حلوه يا كابتن والله. لا طبعا استاذ. يعني صح؟ انا طالما الجمهور ده بيضحي عشاني وبيقطع المسافات وبيصرف من جيب وعشان يروح بتاع, فانت لازم برضك تحبه طبعا زي ما هو بيضحي في قلبه النادي الاهلي بهذا صح. الشكل, فانت لازم برضك تحط الجمهور ده في قلبك وتحاول تساعده في اداء مهمته اللي في الاخر بتدي محصله لينا كفرق ان جمهوره ال- 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 الوافي ده يبقى واقف في ظهره في اي حته. صحيح. برج العرب, في بورسعيد, في اسماعيليه, في اي حته. ورياضه بدون جمهور امبارح, مباراه امبارح برضو يعني استاذن حضراتكم كان هنشوف مين افضل مسجلين امبارح في مباراه الاهلي والزمالك. احنا برضو مهم لان احنا الاحصائيات احنا اول ما بتجينا بيكون متاخره, فاحنا بنتكلم على احصائيات امبارح مش قاعدين نتكلم على مصر التامين والاهلي لان حتى الاحصائيات ما فيش سورس نقدر نجيبه منه. حتى الكوتشات بتبقى بعد الماتشات بتقعد بتفرغ الاحصائيات, فاحنا ما بنقدرش نزاعها في نفس الاستوديو. ولكن هتكلم عن مباراه امبارح اللي خلصت 71-62, مين كان هداف المباراه؟ كانوا اثنين, عمر طارق واسماعيل احمد اسماعيل, الاثنين حاطين 11 نقطه. هنا مؤشر ايه يا كابتن طاهر رايك؟ انا كنت هتكلم فيها دي بالذات قبل انت ما تذكرها, وطبعا انت ذكرتها نتيجه خبراتك القديمه. تحت الباسكت احنا اقوى من الزمالك بكتير. يعني هو عنده دفو كبير بعد ما مشي انس اسامه وكيجو فضيت الحلقه عنده. فكده احنا عشان كده يعني اسماعيل اول ماتش اشوفه يقدر حط له بتاع 10 بونت ورا بعض او سكوره كان ما كانش بهذه النسبه, زائد عمر طارق اول ما نزل في الفايف ستاندنج ولعب لفتره برضك السكور كان كله من تحت الحلقه 11 نقطه كتير. يعني الاثنين حاطين 22 نقطه من اصل 71. يعني بتتكلم هو البوزيشن ده لا يقل عن كده. لحد ما كنا متساويين في الجاردز, يعني الجاردز بتاعتهم بقياده المحترف بتاعهم فعلا كان كويس قوي امبارح, وعمر هشام ففي عندهم وابن ياسر مودي ابن ياسر عبد الوهاب محمد ياسر عبد الوهاب ده برضك جارد من الجاردات, وبيلعب زائد عزب احمد عزب صانع العاب كان كويس هايل قوي. فطبعا في الجاردات متساويين, انما تحت الحلقه احنا اقوى بكتير عشان كده 22 نقطه. طيب خلينا نروح لملاحظه ثانيه وعايز اعرف تعليق حضرتك عليه. النهارده لما نلاقي اتنين سوبر مش سوبر ميجا ستارز بتوع الفرقه, ايهاب امين وعمرو الجندي, وده طبيعي جدا على فكره ان اللعيب يبقى اوف دي حضرتك نجم وعار عادي جدا. ايهاب امين امبارح حاطط 8 بونت, عمرو الجندي حاطط 6 بونت. عمرو الجندي اللي هو ميجا ستار اللي في ماتشات المنتخب حط 44 بونت 42 بونت كاعلى سكور اتحط في تصفيات كاس العالم افريقيا في التاريخ. فالنهارده الاثنين كانوا غايبين في المكانات التهديفيه بتاعتهم, وتكسب مباراه زي دي ده يدل عليك يا كابتن سلام, يدل على انك انت اللي بتكسب باقل ادائهم. يعني الاثنين المفروض ادائهم اعلى من كده, المفروض الاثنين دولت هدافين الفريق. طب ما جابوش سكور ومكسب, ما جابوش سكور ومكسب, يبقى ممكن عمل اسيستات, عمل حاجات مساعده للاعبين الارتكاز, عمل دفاع. طيب هقول لحضرتك ملاحظه كده قول انا صح ولا غلط, ده بيدل ان انت عندك ماكينات تهديفيه موجوده في الفرقه تقدر تشتغل في الوقت اللي المكانات دي بتعطل. زي مين مثلا؟ احنا عندنا امبارح مهيب حاطط 9 بونت, الحقيقه احنا بنحييه, انا بامانه انا بحيي مهيب يعني يقعد يلعب ينزل يقعد في المدرجات اداؤه ثابت وما بيفرقش معاه. مهيب وعزب امبارح, عزب انا بقول له الحمد لله على السلامه, انتوا عارفين كان عامل عمليه ازاي ده, والراجل يمكن واحده واحده عمال يرجع. ده عزب لعيب منتخب, لعيب مهم جدا. النهارده مهيب حاطط 9 بونت وعزب حاطط 8 بونت, يعني واغلبهم كانوا في الشوط الكام؟ الرابع صح. فالنهارده احنا الحمد لله عندنا سكواد. يعني تومسون اول مباراه ليه بعد فتره طويله حاطط 8 بونت. لا في ابو النصر عمرو زهران بالرغم انه حاطط 3 بونت ولكن شال عبء الشوط الثالث كل الرابع كله. وسيف سمير حاطط باسكت, يمكن سيف سمير برده من المكانات التهديفيه امبارح كانت غايبه. بس هو اللي يدل كمان يا كابتن هيثم ان لما السكور يتقسم على اللعيبه اذا كله ادى.
لكن نعم. غير لما يكون انا جبت 30 بونت وانت جبت 30 بونت. بس في ماتشات هيحصل كده. اه ده لا انا بكلمك على الماتشات اللي انت بتبقى مش موفق قوي فيها يعني امبارح كان كنتش انت موفق في شويه. بتكلم على الحالات اللي انت مش موفق فيها. لكن تمام. في الحالات الموافقه ما هو ايهاب امين في ماتش حط 15 بونت في خمس هجمات عادي. عادي مفيش مشكله. واخد بالك ازاي؟ وهيحصل وفي ماتشات هيعطل. اه يعني ده اكيد اصل في حاجه اسمها توفيق ده طبعا بلا شك ده الثلاثه بونت دي لو فرقت 2 3 مللي هتطلع بره. ولا 2 3 مللي هتخش جوه فانت دي مش ممكن هتظبط 2 3 مللي الا اذا كان في توفيق فانت عندك ماتشات هتبقى اوف دي وبعدين التهديف ده لما يبقى هو بصرف النظر عن امبارح ان احنا في عندنا ناس ما كانوش يعني كان عندهم اوف دي لحد ما نعم انما في ناس عوضوها زي السناتر وهي الفرقه جيده كده ان لما فرقه حد يعطل في ناس تقوم انت لو حضرتك شفت امريكا هي اللي بتكسب باستمرار اذا كان كاس عالم ولا اولمبيك جيمز ولا هتلاقي السكور متوزع عليهم طبعا. كلهم يعني ممكن تلاقي ال 12 بيلعبوا وال 12 الفرق بين ده وده يعني بين اول واحد واخر واحد ما تلاقيش 6 بونت. طب خليني اقول لك بعض برضو الارقام يا كباتن ونحللها مع بعض. الريباوندات النادي الاهلي جاب تقريبا حوالي 43 او يعني 42 يعني ما عنديش الرقم بالتحديد حوالي 43 ريباوند. هقول لكم يعني تفصيلتها وانتم هتفهموا انا عايز اقول ايه. منهم حوالي 33 دفاعي و10 بس هجومي. في سكند شوت ما في سكند شوت صح في سكند شوت وسكند شوت ده مهم جدا شوت شوت ما بنشوفهاش تاني بالظبط سكند شوت ده ليه بقى يا كابتن هل انا ما بخشش ولا الاهلي الزمالك عمل جود بوكسنج اوت لا هو إيه؟ عمل جود بوكسنج اوت وعمل جود ريباوند وخاصه في الكوارتر الاولاني والثاني والثالث رغم ان هو ما عندوش السناتر صحيح وما قدرش يوقف السناتر بتوعنا ان هم حطوا سكور عالي لهذا انما الريباوند ممكن صح ممكن تبقى وجهه نظرك في حكايه البوكسنج اوت هي اللي بتساعد على انك تاخد الريباوند رغم امكانياتك اقل يعني صح. انا قصير وبروح اعمل بوكس اوت صح. وبحجز الراجل الطويل نعم. انا ما خدتش الكوره بس الكوره هتقع في عبري صحيح لا ده لسه في كلام كتير هيتقال يا كابتن بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل والكلام عن كره السله لن ينقطع ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين كلامنا اكيد عن كره السله الاستوديو النهارده كان لتغطيه الاهلي ومصر التامين كره سله سيدات في دور الثمانيه واللي انتهى بالفوز الكبير 98-71 وانتقلنا في الكلام على مباراه امس الاهلي والزمالك وغدا امس وغدا الرجال يمكن الاسبوع ده زي ما قلت لحضراتكم اسبوع مصيري والاسبوع ده واللي بعده اسبوع مصيري في الالعاب الاخرى نرجع للكلام عن مباراه امس الاهلي والزمالك لكره السله كنت بتكلم قبل الفاصل على المتابعات الدفاعيه والهجوميه للنادي الاهلي يمكن سمعت كلام حضرتك كابتن طاهر كابتن سلعاوي رايك ان احنا النهارده نبقى جايبين حوالي 33 متابعه دفاعيه في الوقت اللي احنا جبنا اولموست 10 مدافعات او متابعات هجوميه مع فريق زي نادي الزمالك بيغيب عنه السناتر اللي هم البيج جايز اللعيبه الكبار شايف ده تقراه ازاي؟ ارن مفيش يعني في مفيش تحجيز بالنسبه للبوكسنج اوت زي ما كابتن طاهر قال ارى ان حسيت امبارح انا في الشوط الاولاني والثاني والثالث ان لعيبه الاهلي لديها ثقه في الشوط في هنكسب في اي وقت لا في الثقه في حاجتين في الشوط تمام واخد بالك ازاي وفي الفوز نعم فلما لعيب بيجي له ثقه فبيبقى رايح على الريباوند قليل شويه لكن اعتقد بس إن برضو يا كابتن الاوفنسيف ريباوند حضرتك عارف استاذ ده حضرتك يعني كنت مدوخ الامريكان هداف لوس انجلوس فالقصد اقول انه المتابعات الهجوميه مهمه جدا ده ويلنج يعني الكره بتتشاط بتلاقي الخمسه دخلوا ممكن يبقى في بوينت جارد تومسون بيبقى مؤخر شويه هل دي غابت امبارح انا شايفها كانت غايبه طبعا طبعا بالظبط خاصه احنا ما كناش موفقين في الشوط قوي في الاول ثاني صح احنا هل ده محتاج تنبيه محتاج اللعيبه تفرش تاني ولا ايه يعني محتاج ايه ان احنا نرجع تاني لقوتنا في المتابعات الهجوميه اعتقد لازم التركيز شويه يزيد في الشوط وفي المتابعات الهجوميه والدفاعيه والتحجيز لان برضو كتير قوي خدوا مننا ريباوند في الثلاث شوط الاولين انت عارف مين اكتر لاعب جاب متابعات هجوميه عمر طارق جاب 7
ريباوندز. اللي بعديه هتستغربوا، هجوميه متابعات في الهجوم والدفاع متعدد، يعني سبعه مجموع سبعه. تمام. طبعا التفاصيل مش يعني مش هنخش فيه اكتر، وجاب سبعه ما بين دفاع وهجوم. عارف تاني اكتر واحد زي ما قال كابتن سلاوي ايهاب امين؟ حتى قلت ممكن ما يجيبش بس يجيب. لا ما هو هتلاقيه شوف لو اسيست هتلاقيه عالي. طب مين اللي وراه، مين اللي يعني وراه على طول او زيه؟ هما اتنين متساويين، عمرو زهران. عمرو زهران خدت بال حضرتك؟ يعني يمكن الدفاع مش الريباوند مش مهمه الكبار الطوال بس، لا 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 بيج جايز مش مهمته، لان يعني في كبار بتطلع بره. عمرو زهران من احسن اللعيبه اللي ممكن تفيد، لكن لازم يبعد على العصبيه شويه. انا بحس ان هو لعبه بقى فيه شيء من العصبيه. لعبه عصبي ولا هو اللي عصبي؟ تفرق. هو معي. عصبي هو. لا خد بالك ازاي، لا فرق بين اللعيب عصبي يعني بيهيفير بتاعه عصبي ولعبه عصبي. لا لعبه عصبي، لعبه عصبي، لكن هو مش عصبي، هادي. هو هادي، لعيب هادي. ولد متزن، ولد كويس على خلق، نجم على خلق كل حاجه، بس في حاجات صغيره بتخليه يخرج عن دي. خبرات بقى هتبقى، فدي هتيجي ازاي؟ بكتر الماتشات، ببقائه اكتر في الملعب. طب هل بالنصايح مش شغل منتال؟ ده شغل منتال يعني. هل اللعيب محتاج يعني دي من الحاجات اللي زي ما بيقولوا احنا مستعينين مثلا في البنات بدكتوره نفسيه، دكتوره مي القاضي. ممكن ينقل المدير الفني يعني ملاحظاته على اللعيبه في الجزء النفسي ده، ويساعده الدكتور النفساني في. طب هل اللاعب من نفسه، حضرتك كنت كباتن كبار، من نفسه يقدر يشتغل على العيوب دي منتال؟ بينه وبين نفسه من غير كوتش؟ طبعا طبعا. لا يعني هو طبعا، لا مش قصدي كوتش فني، يعني اللي هو الدكتور النفسي. ال 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 احسن بني ادمين اللي بيحاسب نفسه. بيحاسب نفسه ولا بيجلد ذاته؟ لا ما يجلدش ذاته، لان جلد ذاته ده زي انا بعتبره تعذيب. ايوه بالظبط، يعني بتعذب يبقى نفسيا حاسوب. انما احاسب نفسي يعني انا صح. انا امبارح عملت غلطه في كذا وفي كذا، من ايام ما كنت بلعب يعني انا افضل اقول عملت في كده بقى احسن. وفي لعيبه كان جنبي انا كنت بحس ان هم يعني بيكلموا نفسيهم. لعيبه جامدين جدا يقول لك مثلا انا طاهر، ولا ايه يا طاهر اللي بتعمله ده؟ في حد يعمل كده يا طاهر يا اخي؟ وكان بيقفوا جنبي ومش واحد، عدد من اللعيبه في عدد من الانديه، وكنت انا ابص لهم وبتاع. بس اكتشفت في الاخر ان هو لما بيحاسب نفسه بيقل الاخطاء. ما هو مين اللي يقدر يصلح من نفسه؟ اللي يعرف اخطائه ويعترف بيها يعني في لعيبه بدون ذكر اسماء برضه، ما فيش صفاره تتصفر عليه بيعترف. في الووك وهو ملك الووك يعني بيعمله باستمرار، انما مش معترف. كل شيء يقول له دي مش ووك انت بتاع، عمره ما هيتصلح. هيتصلح لما يقول انا فعلا بعمل ووك. ايه اللي خلاني اعملها؟ لا ما اعملش كده تاني، ما اعملش الموفمنت ده، الحركه دي، لان انا برافو عليك. صح. دي 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 في حاجات ممكن واللعيب الكويس هو اللي بيصلح من نفسه. صحيح. قبل ما الكوتش يقول له. نعم. طب خلينا نروح لبعض الاحصائيات الثانيه يا كابتن. يعني يمكن احنا قلنا ان عمر طارق وراء ايهاب امين وعمر زهران هم اعلى. طيب نخش على الستيل مثلا. تمام. نخش على الاسيست. لا الاسيست، انا اسف، اعلى اسيست اثنين، كريم حاتم وعمر عزب. شايفه لوجيك؟ شايفه طبيعي كريم؟ طبعا كريم صناع العاب، هو صانع العاب اكتر. لا عزب الاثنين صناع العاب يعني، فشيء يعني طبيعي ان يبقى هو اعلى اسيست منهم. بس يعني ده برضو ياكد ان عزب رجع. لا عزب كوالا لعيب كويس، لعيب منتخب، لعيب رجع ويمتلك شوطه كويس، 3 بوينت جيده، ولعيب مجهوده عالي وبلاي ميكر طويل، في كل المواصفات اللي هي بتاعه كويس. طبعا. طيب طبعا. هقول لكم سؤال يا كابتن و100% انا متاكد هتوقعوه صح. يعني مين اكتر واحد بيعمل ستيل؟ ستيل السرقه، ستيل بيقطع كور. ايهاب امين. ماشي. ومين تاني؟ عمرو زهران. عمرو زهران والاثنين هم، خلي بالك عمرو زهران بس هو ايهاب امين امبارح درجه اولى للستيل. عمرو زهران لا، وايهاب امين عنده توقع، اصل الستيل ده توقع. لا ايهاب امين ما قدرش نحاسبه على ماتش امبارح. خلي بالك كل ارقام ايهاب، بس هم الاثنين فعلا هم اكتر ستيل. الله ينور عليك. انا اقصد اقول ايه، عمرو زهران عامل اثنين ستيل امبارح، ان ده عباره عن توقع. ما هو الستيل ده عباره عن توقع، السرقه المشروعه دي توقع. يعني واخد بالك ازاي؟ بتتوقع ان انا هباص الكره للكابتن طاهر، صحيح. فهو بيبقى واخد بيروح خاطفها وراح حاطط ليها.
صح. لا بيبقى ماسك الراجل حاطه في صدره دفاع في صدره لازم يبقى في نص صدره. بالظبط. يعني مش بس انا صراحه احييكم يعني هم فعلا هم اكتر اثنين. هو طبعا ايهاب امين ارقامه امبارح يعني مش ريفرنس، الريفرنس ارقام ايهاب امين اكتر كتير، لكن في مباريات كتيره جدا بس بس هتلاقيهم دايما يا عمرو زهران يا ايهاب امين. بس امبارح كابتن طاهر ايهاب امين عمرو زهران. طيب احنا قلنا الاسيست وقلنا الستيل. طب بص بقى يا كابتن اقول لك ارقام هتزعلك وتزعلنا كلنا. الفري ثرو فاول شوت النهارده امبارح شايطين 20 فري ثرو، للاسف جايبين 11، نسبة تكون 55. ما تكملش 55 دي مشكلة. لا ممكن تجيب 55 مشكلة من قديم الأزل. والمشكلة دي بقى من الحاجات اللي ممكن تتعالج نفسيا، لأن الثقة في النفس، الثقة في النفس مهم جدا في الفاول شوتينج ده. طيب يعني في واحد متوتر يقول لك انا بغلب. طب ترجع ده لايه؟ للثقه بالنفس؟ لا ما هم دول لعيبه كبار يا كابتن برضه عندهم ثقه. طب ليه جالنا امبارح؟ هل عشان اتخطفنا اول اتنين وتلات فانت بقيت متوتر؟ ايه ده اللي حصل؟ ممكن ده التوتر؟ كلها يعني هي جمله حاجات ممكن تبقاش في لعيبه كابتن هيثم ليها دعوه بالفنيه قد النفسيه. في لعيبه لما بتقف على الفاول شوتنج بيبقى عندها ثقه، وفي لعيبه لا يعني مثلا يكون فرقه بتاعتك كسبانه بتزيد ثقتك في نفسك بتلاقي الفاول شوتنج يجي. صحيح. لما يكون فرقه خسرانه بيبدا اللاعب يفكر يعني دول مهمين لازم اجيبهم، لازم اشوط. هفكر ان انا انا السبب في الخساره، هبقى انا سبب الخساره. طيب اقول لكم النسب كده في الفاول شوت في الفري ثرو، نقول ال 20 دول ابو النصر شاط 4 3 كويس 75% مش وحش. تومسون 3 4 يعني شاط 4 جاب 3 برضه 75% كويس مش وحش. عمرو زهران 6 3 50% وحش يعني محتاج عمرو زهران يجيب 2 يعني 5 6 هتبقى مش وحش. انما 6 3 قليل. عمر طارق 2 1 برضه يعني 50% مش وحشه لانه شاط 2 بس. بس يا كابتن لا انا اعاتب على لاعب الارتكاز لان دي وظيفته. بيتضرب كتير. دي شغلته. بس شاط اتنين بس يا كابتن. معلش بتبقى واحده هو يعني شو يعني تاخد يعني ما اقدرش احاسبه على واحد. لا دي مش حكايه احاسبه يا كابتن. دي شغلته. انت بتتضرب فلا هتاخد فاول شوت كتير. سكورك الاساسي من الفاول شوتنج. تمام. برضو مهيب خد اتنين جلاهم. مهيب الشويطي 3 بوند. دي بقى حاجه بصراحه انا يعني زي اللي بيجلي بيلين وهو احسن لعيب في العالم مثلا فهو شويت كويس جدا 3 بونت الاصعب في الفري ثرو اللي هو بيبقى بدون دفاعات. فلما اتجلي الاثنين لا بيتهيألي يعني مهيب مش طبيعته يجلي مش طبيعته. يعني خلينا نتكلم بامانه ان مهاب بيجيب الفري ثرو. طيب نخش على الثلاثات برضو ومعرفش راي حضرتكم دي نسبه كويسه ولا لا. 35 شوطه شطناها جبنا 10 لا نسبة يبقى اقل من 40%. انا شايف ان هي السوبر 40%. طب مش سوبر لا طب مش هقول سوبر معقول. عايزك تبقى كام؟ يعني احنا بنتكلم لو شطه 45 لا لو بكام في الميه النسبه 35. برافو عليك كابتن. 33 35 بايه كده. انت النهارده نسبتك امبارح في الفري ثرو 28.5% نسبه قليله جدا جدا يعني. وكمان انت شايط 35 رميه ثلاثيه حاطط منهم 10 يعني نسبة 28.5%. وهتلاقي انت بيلون نسبة ممكن كمية كبيرة من الشوط ده ممكن يخلص من تحت الحلقة بيبقى اضمن يعني لحد ما. انما انت بتشوت في مستعجل بتشوت في شوط كتير في شوط ديفنس. أيوة. طيب خلينا نقول النسب. احنا جبنا التوتال اوفرول بتاع الفرقة. هنقول لعيب لعيب. هنقول مثلا مهيب طبعا اللي كان سوبر امبارح شوط 6 جاب 3 نسبة ايه؟ 50% كويسة ولا وحشة؟ في 3 بوت جيدة جدا طبعا صح يا كابتن 50% هذا قلت 40 يبقى سوبر ميجا 40 سوبر 40 ده يعني في صعب جدا انك توصل. هو جايب 50 يبقى مهيب وماشي تشويط حلو وده طبعا. مش نسبة كذا مرة يعمل كده. لا هو شويط هو موفق ماتشات زمالك. عزب 2 من 5 2 من 5 40% ما هو 10 4 من 10 مش وحشة جدا حلوة جدا. عزب جايب يعني 2 من 5 40%. الجندي عمرو الجندي 6 2 وحش. لا ليه 30% برضه مش وحش. احنا اتفقنا 40 ما هو لا ده 3 لا ده 6 2 33% كمان التلت 33%. حلو اوكي حلو يعني الجندي جاب امبارح 3 بونت هم جاب 6 بونت هم 2 3 بونت. اسماعيل احمد واحمد اسماعيل ودي الحاجه اللي هي ايه مفاجئاني شوط 3 جاب واحده. اتجرأ الولد ده على الشوط على فكره
شوط ثلاثة شوط ثلاثة جاب واحدة قبل كده هو حصل على فكرة عمل مباراة جيدة امبارح ورباوند كويس وتحت الباسكت هو هداف من الفرقة 11 بوند منها واحدة يعني ده بوند كان في بعض المباريات بيعمل ريباوند تحت الباسكت بيفكر يطلعها بره اكتر ما في دلوقتي بقى يلم يحط يلعب على الباسكت وخلي بالك كابتن خمساتك لما تشوط بتفتح مش الاربعات كمان انت الاربعات طبيعي يشوط انما الخمسات لما بتشوط وتبقى شويطه زي مين سيف بيجيب 3 بوند احمد اسماعيل النهارده بدا يتجرب عمر طارق بس يعني على استحياء على استحياء برافو عليك يعني ممكن واحده كل كام ماتش اسماعيل كان بيشوط اول ما جالنا كان بيشوط 3 بوند اسمه ايه ده بيشوط بس سرحان بيشوط لا مروان جامد امبارح برضو نسبه تومسون انا مش هلوم عليه طبعا في نسبه امبارح او مش هناخدها ريفرنس لانه جاي شايط 5 جايب واحده وده بقاله فتره ما لعبش وبتاع ف 5-1 20% يعني معقول انا عايز اقول بس كابتن بس طب معلش يا كابتن انا اسف احنا طبعا الوقت مر سريع يعني احنا لسه في كلام لا انا بس عايز اقول حاجه بسرعه الحديث شايف انا عايز زي يعني زي ما احنا قلنا وانت قلت الصبر على يارا الصبر على تومسون شكرا يا كابتن ليه بقى لا يقارن مش معقوله كل ماتش هقعد اقول لا والتر ووج لا مش احنا اللي عندنا ونلعب بيه وهنأيده اشكرك يا كابتن سلعاوي نورتني وشرفتني وانت النهارده وانت جبت بيه 5 بطولات السنه اللي فاتت صحيح اشكرك يا كابتن سلعاوي نورتني وشرفتني مبروك النهارده ونورتنا في قناه الاهلي شكرا يا كابتن وده بيتنا يعني انا وكابتن طاهر طبعا وشرف لينا وجودك كاعلام متميز يعني معانا بكره ان شاء الله كابتن طاهر بشكرك نورتني وشرفتني طول السنه وانت طيب واحنا بنشكرك على الحديث الشيق ده بعيدة تاني والكلام في الباسكت ممكن نقعد بالصبح صحيح يا كابتن اعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا النهارده في استوديو الابطال بنبقى اسعد ناس الحقيقه لما بتنتهي الجوله بالفوز بكره عندنا يوم ان شاء الله مهم جدا مباراه الاهلي والزمالك كره سله في دور قبل النهائي في برج العرب هنقل لحضراتكم على الهواء مباشره وكل الدعوات النهارده الساعه 11:30 بعد لحظات من الان لفريق الكره الطائره رجال واليد الرجال بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه وانتظرونا غدا باذن الله.